الطلاب، طبعا راح نشرح لكم المحاضرة الثانية من مادة التكنو. تمام، المحاضرة شنو اسمها؟ السوليوشنز. يعني شنو سوليوشنز؟ يعني محاليل. يعني ما اعتقد واحد مرحلة ثالثة ما يعرف شنو سوليوشنز. اوكي، خلينا نجي للسوليوشنز. هنا انا اول بداية منطيكم تعريفيا للسوليوشن. اول بداية الفيزيوكيميكال تيرم. شنو فيزيوكيميكال تيرم؟ فيزيوكيميكال تيرم يعني هو الكيمياء الفيزيائية والفيزياء الكيميائية، يعني شنو العلوم الصرفة. Solution may be prepared from any combination of soil, liquid, gas, the three stages of matter. معرف لكم إياه بكل بساطة، هو أي خلية من عدة مواد، سواء كانت مادة soiled و solvent، soiled أقصد soiled و liquid، liquid و liquid، gas و liquid، أي solution المهم يكون به مادة الليكويد. تمام؟ أو لربما يحتوي على الثلاث حالات، عادي كلش طبيعي. زين، هذا التعريف بالنسبة لمن؟ للعلوم الصرفة. يعني بالعلوم الصرفة هم شنو شغلهم؟ يسوون تجارب كيميائية. زين، هاي التجربة الكيميائية كانت سامة، كانت مضرة، كان بها أي شيء، متجانسة ما متجانسة، يصير بها كريستال ما يصير بها كريستال، هم ما عليهم. ليش؟ لأنه هي علوم صرفة، عبارة عن شنو؟ تجارب كيميائية خاصة بالعلوم. تمام؟ ما لها دخل بمن؟ بالكادر الطبي. نجي نعرف السوليوشن بالنسبة للكادر الطبي، أوكي؟ أو بالأحرى بشكل مخصص لمن؟ للصيادلة. الفارماسيوتيكال تيرم يعني شنو بالمصطلح الصيدلاني؟ سوليوشن آر ليكويد بروبيرشن ذات كونتاين one or more chemical substance dissolved in soluble solvent or mixture of metal miscible solvent. شنو يعني؟ يعني هو liquid proportion، liquid proportion يحتوينا على مادة كيميائية واحدة أو أكثر، one or more يعني كلش طبيعي يحتوينا على أكثر من مادة، بس الشرط الأساسي بيها شو تكون؟ dissolved in stable solvent or mixture metal miscible solvent. الشرط الأساسي عندنا كصيادلة إنه تكون متجانسة وإذابتها تكون بشكل كامل. ليش؟ لأن أنا راح أحضر دوزج فورم. زين، هاي الدوزج فورم يعني مو لازم كل غرام بيها، كل من الغرام بيها، سواء كانت هاي الشيشة من فوق من جوا، كل هذا المحلول لازم يحتوي على نفس الكمية ونفس التركيز من الأكتف دوزج. تمام؟ من المادة اللي تكون أكتف أو النشطة. تمام؟ فهاي الشيشة أو العلبة أو المحلول بشكل عام لازم يحتوينا كله، سواء كان فوق أو جوا، على نفس الكمية ونفس الكثافة من المادة النشطة. تمام؟ فهذين التعريفين كلش مهمات، لربما يجيب لك يخربط لك فارماسيوتيكال ويجيب لك تعريف الفيزيوكيميكال. تمام؟ فأنتم انتبهوا، أهم شيء من يجيب مسكبولت ودسلوف بشكل كامل، هاي معناها شنو؟ فارماسيوتيكال. لان دولة الفيزيكو كيميكال ما يهتمون، سواء كان متجانس او غير متجانس ما يهتمون له. تمام؟ It may be classified by use as oral, optical, topical. هذا السوليوشن بالنسبة للصيادلة نقدر نستخدمه كأورال، نقدر نستخدمه كأوبتيكال، نقدر نستخدمه كشنو؟ topical. ثلاث استخدامات إليه. تمام؟ Certain solution prepared to sterile and pyrogene free. تمام؟ هذني كلش مهمات. sterile يعني لازم يكون معقم. المحلول الصيدلاني أو pharmaceutical solution، pharmaceutical solution لازم يكون sterile و pyrogenous free. يعني شنو؟ خالي من البيروجينياس. يعني شنو البيروجينياس؟ بالمايكرو أخذنا هو المادة اللي تسبب لنا مرض، سواء كانت بالفيروسات، بالبكتيريا، بأني أورجنايزم خاص بالمايكرو اللي تسبب لنا مرض. يعني انتو شايفين انه الفيروس يخلي الغلاف مالته برا ويدخل البيروجينياس، بس ليش؟ لأنه هي هاي الحمض النووي أو المادة اللي تسبب لنا المرض. تمام؟ فلازم يكون ستيريال ويكون بيروجينياس فري. عن شنو؟ ان intended for parental administration or classification as injection، يعني يكون قابل للحقن. أنا المحلول
شلون اصنفه فارماسيوتيكال؟ حسب 3 خصائص، كونستيرول وبيروجينيا صفري وشنو قابل للانجكشن. فهذني كلهم شنو ام سي كيو ويجيكم. قربوا ما يجيب لك 3 صح ويجيب لك واحده منهن الرابعه تكون غلط، تمام؟ فهذني مهمات كام سي كيو، تمام. other classification of solution يعني شنو؟ هسه احنا صنفناها على ان هي تكون topical optical و oral، تمام. هاي حسب شنو؟ حسب الاستخدام، تمام. هسه لا، نجي نصنف تصنيف حسب شنو؟ depend on composition. composition يعني شنو؟ المكونات، مكونات مالته شنو. انا على هالاساس راح اصنف لنا example، مثال على هالشي equal solution containing sugar. solution يحتوينا على sugar. classification as syrup، اي solution يحتوي لكم على نسبة عالية من الشجر. انتبهوا على نسبة عالية ونسبة قليلة، لا نسبة عالية يعني من عنده تكون شجر، هذا يسمونه سيرب. وننتبه على شغلة، السيرب يتكون بشكل أساسي من المي والشكر، تمام، والأكتف فورم، تمام، المادة اللي تكون شنو فعالة. ذن الثلاث مواد بس مرات بحالات خاصة شنو يحتوينا على الكحول، بس شنو تكون نسبة الكحول؟ جدا قليلة، أقل من نسبة الوتر. في حال كانت نسبة الكحول أكثر من نسبة الوتر، لا هذاك راح يصنف إليكزير. هسه ناخذه، تمام. فساعدنا شنو؟ أول نوع للمحاليل بالنسبة المن للكومبوزيشن، ننتبه بالنسبة المن للكومبوزيشن يعني بالنسبة للمكونات، هو عندنا السيرب اللي يحتوينا على مي وشكر وشوية من كحول مرات ومرات لا، بس مي وشكر، تمام. هسه نجي للثاني، سويتن هايدرو الكحول، يعني شنو؟ مي كحولي محلى، مي كحولي محلى هم بي شوغر، بس شنو تكون نسبة جدا قليلة. combination of water and الكحول يتكون لنا بشكل أساسي من الوتر والكحول. إذا جبنا محلول وشفنا بيه نسبة تكون وتر وكحول كل شوية وتكون بيه نسبة الشكر شويوني، هذا شو يسمى؟ elixirs، تمام. elixirs هسه شنو الفرق بين الالكزير والالكزير والسيرب؟ سوي خط أليكس وسي، هذا اختصار ما بيحرك. هذا يحتوي لكم شكر، بس شنو هواي. هذا يحتوي سكر، بس شنو قليل، تمام. هذا يحتوي مي، هذا يحتوي مي، هم نسبة تكون عالية، تمام. هذا يحتوي كحول نسبة تكون شنو هواي، هذا يحتوي هم كحول بس شنو تكون قليل. الفرق الوحيد راح يكون عندنا وين؟ بالشكر والكحول. السيرة بيكون بشكر هواية والإلكزير يكون بكحول هواية، تمام. solution prepared by extract active constant from crude drug. هسه نجي المن للنوع الثالث اللي هو السوليوشن اللي نستخدمه عن طريق الاستخراج. شلون استخراج؟ مثل يعني انا عندي هسه بذره واجي اطلع من عندها زيت، تمام. هذا شنو السوليوشن اللي يسمونه عن طريق الاستخراج؟ تيرميد ترانستيريوس، تمام. ترانستيريوس يكون هذا اسمه، ترانستيريوس. هذا شنو يجينا تعريف الماد السوليوشن اللي طلع عن طريق الاكستراكتنج، عن طريق عملية الاستخراج، تمام. او الى اسم ثاني معروف يعني فلويد اكستراكتس، يعني شنو؟ السائل المستخرج، تمام. depend on method of preparation يعتمد على طريقة الاستخراج او الكونستريشن مالته، يعني عن طريق عملية الاستخراج مالته او عن طريق التركيز مالته. ترانسترس may also be solution ربما هم يكون شنو محلول of chemical substance، نقدر ندخله همينة بمحاليل كيميائية ثانية، هو مو بس محلول لا، نقدر هم نستخدمه بمحاليل كيميائية، بس شرط هذا
نذوب يا اما كحول يا اما هيدرو الكحول. سؤال بنت ليش؟ لان المواد المستخرجه اغلبها تكون شنو؟ زيوت. واساسا هذا يعني هسه مصطلح تينكتشرز. تينكتشرز هسه اذا تروح تحطه بال بجوجل راح يقول لك الصبغات. شنو الصبغات؟ هو مو صبغات، هو معناه هذا المصطلح تكون ماده ثخينه، تكون ماده مركزه مستخرجه بشكل خام. فهاي المواد غالبا ما يكون صعب انه نذوبها عن طريق الاوتر، لهالسبب نستخدم الكحول. تمام. advantage of solution، الادفانتج والديس ادفانتج ذن يحفظ يعني عن ظهر غيب. تمام. هنا سهلات. اول بدايه يكون ايزر تو سلوي، اوكي يكون سهل المن للابتلاع، اسهل من الكبسول، اسهل من التابلت. ليش؟ بسرعه ينبلع. مور كويكلي افكت ذان سول دوزج فورم، يكون اكثر فعاليه من الدوزج فورم اللي تكون سويلد. ليش؟ لانه سويلد راح تضطر تذوب، تتكسر بالانزيمات وتتعرض للبي اتش مال المعده وغيرها وغيرها، يعني لحتى تذوب لنا تاخذ فتره طويله. فاحنا نختصر هاي الفتره كلها، ننطيها من البدايه شنو؟ على شكل ماده سائله. يكون هيموجينيوس، يعني شرط جدا اساسي مثل ما قلت لكم اللي يميز الفارماسيوتيكال سوليوشن عن الفيزيوكيميكال سوليوشن انه يكون شنو؟ هيموجينيوس، يكون متجانس. واخر شيء شنو؟ ديليوت ايريشن اكشن اوف سم دراج، استخدم للتخفيف مال الدراج. تمام. هسه نجي لمن للديس ادفانتج. اول شيء بوكالي، يعني حجمه كلش كبير مو مناسب. تمام. هن بلازنت تيست اور اوردر ار ديفيكولت تو ماسك، يكون طعمه وريحته مو محببه للناس ابدا. طبعا هذا هاي النقطة بالكورس لأن راح ناخذها همينة بالتابلت، الطعم مو دائما يكون محبب سواء كان بالتابلت أو، فهي ما تعتبر ديس ادفانتج خاصة بالسوليوشن. تمام. هاي مشتركة. نقطة ثالثة needed a quicker spoons to measure the dose، تحتاج خاشوقة تجي وياها خاصة لحتى نقيس الدوز. ليش؟ يجيك شخص ما لا يعرف يقرأ ويكتب لا شيء، فما يعرف الجرعة المحددة ايش قد ياخذها. تمام. فلربما يشرب طفل جاهز صغيرون يشربه بخشوقة مال اكل. تمام. فاحنا لحتى نتجنب المخاطر مال التسويق نخلي لازم خاشوقة وياها. طبعا هاي الخاشوقة لازم تنصنع من شنو؟ مادة، وهاي المادة لازم تكون معقمة وإلها اكسباير معين، فهاي شنو؟ كلها تكاليف. تمام. فهو يكون واحدة من ال disadvantage اللي ما كاتبينها هنا يكون مكلف اكثر من الماده اللي تكون صلبه. تمام. هاي بالتصنيع، هاي مثل ما قلت لكم اذا تخصصون صناعيه تعرفونها، والتجار واهل الشركات عندهم اهم شيء الفلوس. اوكي. less stable than salt dosage form، يكون اقل ثباتيه، يعني الاكسباير مالته جدا قليل، يعني بسرعه يخلص. تمام. لا بنكمل الpreparation of solution، يعني شنو؟ تحضير المحلول. most pharmaceutical solution are unsaturated with a solid، أكثر المحاليل الصيدلانية تكون شنو؟ مو saturated، يعني مو مشبعة بالسوليد مالتها. ليش؟ ما قلت ليش؟ شوفوا هاي إذا صير مشبعة كلش 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 فمن تبقى فترة طويلة بالصيدليات وكذا راح يخرب التماسك الفيزيائي مالته اللي أخذناه العام بالفيزياء، يخرب التماسك مالته وتترسب المادة جوا، بالتالي راح تقل لنا شنو؟ الأكتف فورم، يعني المادة النشطة راح تقل لنا بالعلاج. لهالسبب إحنا مطالبين دائما نسوي unsaturated، إلا ما ندر أكو محاليل نضطر نسويها saturated. من نتعمق بالمادة كلش نعرفه. The amount of solute to be dissolved are usually well below the cubic of volume of solvent ampoule. غالبا ما تكون كمية solute، يعني المادة اللي تكون بودر أو هي المادة الأكتف أصلا نوعها بالماء، عادة ما يكون شنو نسبتها أقل من الفوليوم مال solvent. ليش؟ مثل ما قلت لكم حتى ما تسبب لنا
في حال صار عندنا فشل بالتماسك الفيزيائي، اللي أتذكرهن يمكن شلون هنا كان الانهبشن، مدري شو اسمهن العمليات، تذكرون مو اللي صير ما بين المولكيول وما بين المولكيول والأتوم، تمام؟ أذكرك وتشحكي تمام. حتى ما تترسب عندنا بالقاع ويقل الفعالية مال الدواء، فنكون دائما insaturated، مو دائما بغالب الأحيان، تمام؟ The strength of pharmaceutical preparation are usually expressed in terms of percent strength. غالبا pharmaceutical preparation نعبر عنها pharmaceutical preparation، عبر عنها شنو بالpercent strength، يعني النسبة المئوية. Healthy forever dilute. Pharmaceutical preparation العادية الطبيعية اللي تكون بتركيز طبيعي نعبر عنها شنو بالنسبة المئوية، بينما ال very dilute proportion يعني اللي تكون جدا جدا مخففة، هاي لا نعبر عنها بمن بالratio strength، تمام؟ بالنسبة مال الratio. May be used. The expression and example are shown in the following table. حنشوفكم التابل اللي يحكينا عن strength percentage والratio. Common method of expressing the strength of pharmaceutical preparation. العمليات المستخدمة للإذابة. أول بداية عندنا الـ percentage بالنسبة الـ weight to volume، يعني أذوب غرامات من الغرامات وين الـ volume، تمام؟ gram of constant المن إلى مية. في حال كان الفوليوم أو المقام مية فهاي نسميها بيرسنتج، تمام؟ في حال كان الفوليوم أو همية، حتى لو عادي كان الويت تو ويت أكو عندنا، كان نسبته مية يعني مية غرام أو مية مول، هاي نسميها نسبة مئوية، تمام؟ بيرسنتج فوليوم تو فوليوم يعني مي بمي، نانا مليمتر ملي لتر قصدي بمية مول، يعني مادة تكون مركزة كلش نحطها بمادة تكون لا مخففة مية، تمام؟ percentage weight to weight غرام إلى مية غرام، تمام؟ في حال تغير المقام وصار عندنا لا ألف، فالحالة راح تصير عندنا ratio، ratio strength weight to weight، ratio strength volume to volume، وهاش بيه وratio strength weight to weight. فساعدنا percentage weight to weight، percentage weight to volume، percentage volume to volume، ذن كلهن يكون المقام مالتهن مية. بينما إذا لا تغير المقام وصار لنا ألف، هنا راح تتحول إلى شنو ratio. عندنا ratio weight to weight، عندنا ratio weight to volume، عندنا ratio volume to volume. شيء بسيط ما أخذنا بالحسابات ما أدري أكثر الحداد. solubility. solubility شنو؟ الذوبانية. solubility is defined as، تعرف على انه هي شنو هي يعني الذوبانية، اجيب شيء واذوبنه، تمام؟ defined as maximum amount، maximum amount of شنو يعني الكمية الاكثر من substance that will dissolve، المادة اللي يمكن انه تذوب، اقصى كمية من المادة يمكن تذوبنا بأماونت من السولفنت وين بسبيكفيك تمبرتشر، سبيكفيك تمبرتشر يعني بدرجة حرارة محددة، درجة حرارة غرفة، درجة حرارة فرن، يا حي الله. هاي السولوبيليتي كلش يعني تعريفه مهم، تمام؟ احتمال يغير لكم الماكسيمم أماونت المن للسولفنت والسوليوت، تمام؟ يغير بالكلمات فانت بولا وحبوه، سهل هو مو لهالدرجة صعب، انتم سبعين تعرفون ايش صار. solution can be classified as saturated or unsaturated. احنا عندنا المحاليل يا اما تكون عندنا unsaturated او saturated، مثل ما قلت لكم انه احنا most مو all most pharmaceutical solution تكون unsaturated. زين احنا مو قلنا most، اكو نسبة تكون saturated، اي اكو نسبة تكون saturated. Saturated solution contain maximum quantity
of solute that dissolve at temperature. تحتوينا على الكمية الكبرى اللي ممكن إنه تذوب لنا وين؟ High temperature. على عكسها ال unsaturated contain less than maximum. بس كلمة less هذا الفرق بيناتهم كلهن. They can dissolve in particular temperature. Okay. When excess amount of solute is added to saturated solution. لما أضيف مادة لل saturated. يعني أنا عندي هو أساسا مشبع وضفت له بعد مادة. بس بذات الوقت زدت temperature. تمام؟ صار عندي increase more of solute. Will be. انقطع التصوير وجانا واحد يغني. مهم. When excess amount of solute is added to saturated solution and temperature is increased more of solute. إذا أضفنا مادة وكذلك زيدنا درجة الحرارة وصار عندنا dissolve ذابة راح يصير عندنا super saturated. يعني طبيعي تجيب شيء وتحطه وتشغل عليه حرارة راح يصير عندك super saturated. بهالحالة نستنتج من هنا طبعا هاي نقطة استنتاجية نستنتج إنه temperature تتناسب طرديا ويا concentration. تمام. Factor affecting the rate of soluble. لا شلون مو طرديا غلطت. ال temperature عكسيا temperature تناسب واحد على هذا القانون شلون تتناسب طرديا يعني شلون فكرت فكل ما زيد درجة الحرارة كل ما قل التركيز كل ما قل التركيز كل ما زادت إني solubility بهالحالة temperature تتناسب طرديا ويا من ويا solubility هذا قانون ثاني طبعا قوانين أنا جاي استنتجها ما عرفت تفيدني لا هذا أول واحد وهذا الثاني اوكي factors affect the rate of solubility or dissolution. العوامل اللي راح تأثرنا على معدل الإذاب. Rate of dissolution is speed at which the solid goes into solution. Depend on تعتمد على أول شيء تكون ال particle size. يعني شنو حجم ال particle. خلينا نحكي عن حجم البارتيكل. An increase any increase in surface area to the solvent will increase rate of solution. زيادة surface area زيادة surface area راح تزيد لكم solution معدل التحلل. تمام؟ يعني أنا كل ما زاد عندي اللي هذا المساحة السطحية المساحة السطحية للبارتيكل راح يزيد عندي معدل التحلل شلون يعني أنا عندي مادة لا مثل خلنا أحكي لكم شغلة يعني هساعدكم شنو يا الله طباشير نسبة هتشي طبشور كلش كبير جيت حطيتها بمي ما راح تلاحظ يذوب بسرعة ويتفتت شويون صح لو لا زين لو جبت هاي شويون اللي تفتتت وحطيتها بالماي تمام حطيتها بالماي هاي مو راح تحتاج لا عوامل ثانية لحتى شنو تذوب لنا تحتاج شيكينج تحتاج هيتينج تحتاج رج تمام فكل ما زادت عندكم السيرفيس اريا كل ما زاد عندكم نسبة التحلل تمام A particle size should be radic combination before is dissolved. لازم نقللها ليش قبل ما نسويها dissolved. Agitation. The agitation هو الرج الخض. شو يسمونه انتم رج خض بس مو shaking. لا. الشيكينج ليش ما نستخدم شيكينج لان قلت لكم احنا نستخدم pharmaceutical solution يعني هذا يستخدم المن للبني ادم انا معقوله اجيب السباتشولا وحدها وافر بيه
تمام؟ يصير يعني الأربع مال سبوتشولا تحتوي على جراثيم، يعني شنو راح ألوث السوليوشن مالتي، فأستخدم الإيجيتيشن الرج، هذا الرج راح يضرب راس براس، تمام؟ فراح يزيد عندكم شنو الفيرجينينسي، تمام؟ يعني شنو نسبة التصادم بين البارتكل والجزيئات، بالتالي راح يزيد لكم نسبة التحلل، تمام؟ increase the rate of solute، زيادة معدل التحلل by removing، يعني طريق التحرك from the surface of solute، راح يحرك لكم أو يقلل لكم السيرفيس مال المادة المذابة. The more concentration solute around the less concentration the solvent، مو مهم، المهم يعني تفهمون الفكرة، تمام؟ temperature heating liquid else causes solution to take place more rapidly، كنا نعرف انه زيادة درجة الحرارة راح تزيد لنا، زيادة درجة الحرارة راح تزيد لنا نسبة التحلل، تمام؟ تشبع بالزايد، كل ما زادت درجة الحرارة مثل ما قلت لكم درجة الحرارة تتناسب طرديا ويا السولبلتي، تمام؟ ليش؟ لأنه تزيد لكم الفيرجينينسي، تمام؟ الطاقة الحركية للجزيئات، طبعا عندكم الهاي الإيجيشن كذلك التمبرتشر، اثنين هن يزيدن الفيرجينينسي، بس هنا ما كاتبينها ما أعرف ليش، فهي نقطة استنتاجية، الفيرجينينسي موجودة بالشيكينج بالإيجيتيشن وبالتمبرتشر. Would solvent molecule collide with the surface of the slab? Relaxer. تمام. هسه نجي نشرح الإندوثيرميك ريأكشن والإكزوثيرميك ريأكشن. زين أنا شو سوي بدنا التفاعلين؟ إحنا شرحنا درجة الحرارة. فتفاعلات الحرارة اثنين. تفاعل ماس، تفاعل بعض. أول واحد من اسمه الإندو، يعني لجوه يمص الحرارة. معدنها solvent و solute، هذا solute راح يمص الحرارة من solvent، يعني أبسط لكم مثال وما يحتاج، بس يلا زيادة الخير خيرين، عندكم هذا جدر اوكي وهاي بيضة وحطينا بي مي، تمام، وشغلنا جوه نار، تمام، هاي النار راح تدخل جوه، أول ما تدخل النار والحرارة راح تدخلكم للمي وللبيضة، طبعا راح تدخل للمي بعدين تدخل للبيضة، فشنو راح تنتقل الحرارة من السولفنت للسوليوت، تمام؟ هي طبعا البيضة اللي سلق مو سوليوشن، بس فكرة يعني دا أقرب لكم إياها، تمام؟ فالحرارة الفكرة الأهم اللي لازم تعرفوها عن الإندوثيرميك إنه الحرارة تنتقل من السولفنت للسوليوشن، يعني من برا لجوا، تمام؟ The process of solution where heat is applied and absorption of the heat take place in the solute. This increase in temperature will cause more of the solute to go into solution. شوفوا. The process solution where heat الheat is able and absorption of heat take place in solute. المكان مالتها يكون السوليوت، تمام؟ قلت لكم تنتقل من السولفنت للسوليوت. increase in temperature will require more solute to go into solution. بهالحالة راح نزيد نسبة السوليوت لحتى يذوب لنا، تمام؟ الإكزوثيرميك من اسمه إكزوثيرميك. هاي البيضة نفسها. وين هاي راحت؟ هاي بيضتنا. جبناها. حطيناها بمي بارد. مي بارد ليش؟ حتى تبردر، يعني اريد نقشرها غير زين. هاي ما راح تطلع حرارتها للمي، المي راح يصير حار وهي راح تصير باردة، يعني انتقلت الحرارة من السوليوت المن للسولفنت، هيك توزعت لبرا، فالسبب نسميها اكزو. اوكي سوليوت جيف اوف، جيف يعني شنو؟ يعطي، مو يمتص، جيف اوف يعني يعطي. During the process of solution, solubility is decreased. بهالحالة عندنا solubility إيش راح يصير بيها؟ decrease. هاي كامل الأسف. With increase in temperature. لما نزيد درجة الحرارة. تمام؟ Example على هالشي. Example على هالشي. Soluble in cold than hot water.
الميثايل سيليلوز، السيليلوز المثيلي، والكالسيوم سالت يعني الأملاح. الكالسيوم هي مثل إيش؟ مثل الهيدروكسيد الكالسيوم. سنجي المن الرابع فاكتور هو البي اتش. ليش البي اتش مهم؟ مثل ما قلت لكم احنا دا نصنع سوليوشن حتى البني ادم يشربه. زين معدة البني ادم شنو؟ محامضية. احنا لازم نراعي هذا الشيء. خليني اشرح لكم. Many of our organic substances which are used medically are either weak acid. نستخدم الويك اسيد او الويك بيس. ليش نستخدم الويك اسيد او الويك بيس؟ كنا نعرف انه المعدة وسطها شنو؟ حامضي، صح لو لا؟ فأني إذا هي حامضي وجبت لها حامض قوي حطيت لها شراحة تزيد، هزيد الحامضية، شو رح يصير عندنا؟ حامض لاوي بني آدم شنو؟ ما أعرف إنه الحامض مال المعدة إذا تحطيه أصبعك راح يموع، هتش يقولون صح لو لا؟ فما نقدر نحط لا ويك لا سترونج ويك ولا سترونج لا سترونج سترونج أسيد ولا سترونج بيس. نستخدم الويك. زين هاي دوم؟ لا مو دوم. مرات نستخدم علاجات تكون متوسط مودرن. ليش؟ نحتاجها صح لو لا؟ بس بغالب الأحيان نستخدم الويك، ما نستخدم أبدا السترونج، أبدا السترونج ما ندناله. And their equals solubility depend upon the pH. تعتمد على ال pH of solvent. Example على الweak base، أول شيء القلويات اتروبين، كودايين، مورافين، كل شيء نهايتها إين هي تابعة لمن؟ للقلويات. والقلويات هي شنو؟ يلا نكمل وين وصلنا. وصلنا لمن؟ للويك بيس. مثال عليه القلويات اتروبين، الكودايين، المورافين، كل شيء نهايتها إين هذا تابع للقلويات، والقلويات إنه شنو؟ ويك بيس. إنتا هستامين، الديفان هيدرامين، التريبلانامين، كل شيء نهايته آمين يعني نسبة للهستامين تابع لهذا النوع. أوكي، فركزوا على آخر مقطع لحتى تميزون. تخدير الموضعي عندكم هو تخدير بعد. أوكي، كوكايين، بيروكايين، تتراكايين، كل شيء على وزن كوكايين هو المين للتخدير الموضعي. example على الويك اسيد، هذا النيشة كلهن شنو؟ ويك بيس، القلويات، الانتهستامين، والتخدير الموضعي. هسه نجي ناخذ الويك اسيد. يا هو البارابيترتس فينو بيربيتال، شوفوا كل شيء نهايته بيتال بيتال هذا شنو؟ ويك اسيد. تمام، كل شيء نهايته بيتال. ركزوا على المقطع الاخير لحتى تحفظون بسرعه. سيلفو ميدياس، تمام، هذا اللي هم من اسمهن سيلفو، سيلفو بدايتهم صح لو لا؟ فسهل حفظهم كلش. ريليتيفلي خلينا نشوف هذا التيبل، ريليتيفلي اوف سولبيليتي، هذا راح يحكي لكم شلون نقدر نصنف على حسب الذوبانيه من هو السولفنت او السوليد. اذا جبت بار اقل من بارت واحد، اقل من بارت واحد من السولفنت للسوليد هذا، وذاب عندي راح اقول عليه فيري سولوبل، كلش سولوبل. اذا جبت بارت واحد الى عشر بارتات منين؟ من السولفنت للسوليد، يلا ذاب عندي هذا السوليد، راح شنو اقول؟ فريلي سولوبل، يعني يدوب بحرية. احنا عندنا للعلم السوليد نسبته ثابتة هنا ضمن هذا الجدول، البارتات نغيرها بس بالسولفنت. اوكي، اذا جبت عشر بارتات الى ثلاثين بارت من السولفنت للسوليد، اوكي يلا ذاب راح يكون سولوبل يعني يذوب. ثلاثين الى مية راح يكون صعب، وهكذا كل ما زاد البارت كل ما زاد صعوبة الذوبانية. زين هذا حفظ؟ اي حفظ، حفظ الارقام والاسماء سهل. type of solvent، ويلا خلونا نكمل. type of solvent يعني شنو؟ يعني انواع المذيبات.
أول مذيب عندنا هو المذيب الشائع بكل الحياة هو الووتر، تمام؟ كل شيء نريد نذوبه احنا نجيب شنو؟ مي. has widest range of spills of all the solvents involved in pharmaceutical dispensing or manufacturing. It is a good solvent for most inorganic and organic. إن شاء الله مهمة لازم نعرفها إنه المي يذوب الـ inorganic والـ organic. انتبهوا، inorganic و organic يعني عضوية ولا عضوية، أكو هناك قطبية ولا قطبية، أكو اختلاف. الووتر يذوب القطبيات بس ما يذوب الغير قطبيات، أوكي؟ انتبهوا inorganic و organic، تمام؟ هذا الشيء الوحيد المهم بهذا السطر. نجي عندنا أنواع من الووتر، صح ولا لا؟ أول نوع هو البيرفورد ووتر. خلنا نعطيكم مقدمة عنه. البيرفورد ووتر شايفين بنشتغل هسه بالمختبر، بيش نذوب، بيش يعني نسوي هيتينج، يعني هذا المي نشتغل بيه هو هذا البيرفورد ووتر، يعني البيرفورد المي العادي الموجود عندنا بالأوضة. البيرفورد ووتر is most commonly used، هو الأكثر شيوعا، تمام؟ شنو الصفة اللي تميز البيرفورد ووتر؟ هو ال most commonly used as a diluent، تمام؟ diluent يعني شنو؟ كمذيب. The production of all pharmaceutical preparation باستثناء ما نستعمله علما للأمبول إنجكشن. الوتر كلهن أنواعه يستخدم للإنجكشن باستثناء اثنين، اللي هو البيرفورد ووتر، وبعد الوتر فور انهيليشن، يعني الوتر القابل للاستنشاق. ذن الاثنين غير قابلات للحقن. ليش؟ يعني البيرفورد ووتر يكون بي اندوتوكسين، يعني من مو معقم كلش، استيرال للحد اللي يخليه انه نحطه بالوريد. وكذلك بعد تكون الانهيليشن ذاك يحتوي على مواد تساعد على انه يكون بخاخ، اوكي؟ الانهيليشن مثل الاستنشاق، فمثل ما نعرف انه الاستنشاق لازم يكون شنو؟ خفيف لحتى نقدر نستنشقها، تمام؟ فيضيفون مواد تساعد الموليكيول السائلة انه تتطشر، تمام؟ فما نقدر نستعمله للانجكشن. فساعدنا اثنين، البيرفورد ووتر والووتر فور انهيليشن، ذن اللي ما يصير به انجكشن، تمام؟ تمام. هسه نجي من للووتر فور انجكشن، هو من اسمه ووتر فور انجكشن، يعني شنو؟ مي اللي نستعمله بالحقن. هذا الرمز مالته. most often used as expedient in the production of sterile product، يستخدم وين؟ بالمنتجات اللي تكون معقمة. and other proportion when endotoxin containing must be controlled، لازم هذا solvent اللي نستعمله ما بي يعني يكون خالي من الاندوتوكسين بشكل كامل، تمام؟ هسه يقولوا لكم منو اللي يكون خالي او الفري من الاندوتوكسين، راح يكون عندكم الوتر فور انجكشن طبيعي يكون خالي من الاندوتوكسين. Example are pharmaceutical applications such as cleaning of certain equipment and sterile product contained component. مثال عليه، المي نستخدمه تنظيف الأدوات، يكون بشنو؟ للمواد المعقمة. مثل إيش؟ شايفين إحنا أخذنا بالمايكرو العام تيست اللي من نحط كرة ندخلها من الفم توصل لنا وين؟ تكون للانتستينال، اوكي؟ فهي يعني طبيعي انا بشرح اغسلها، يعني مثلا ديتول كحول ما يصير، اوكي؟ راح اغسلها بمن؟ ووتر فور انجكشن، تمام؟ هاي تفيدنا شنو؟ بالغسل بعيدا عن الانجكشن، تمام؟ هاي من ناحيه شنو؟ الكلينينج ووشينج، تمام؟ بعد المي اللي نستخدمه هو انا قاعده بطارمه. المهم نكمل قطعنا صوت السيارات. المهم example على هالشيء pharmaceutical applications such as cleaning for certain equipment and sterile product contained component. وين وصلنا؟ وصلنا للمي اللي نستخدمه بغسيل المعدة عند التسمم. يا ترى هذا المي شو راح يكون؟ يعني مي عادي لشنو؟ اوكي، فهم يعني نستخدم water for injection، هاي نوعية من الوتر، كذلك نستخدمها لهيك امور عادي يعني، تمام؟ بعد WFI must meet all the some chemical require of perforator، لازم
هذا المي يطابق لي جميع الشروط علما للبيرفورد ووتر اللي قبله. احنا مو قلنا ذاك معقم خالي من الالوان وغيرها، بالاضافه الى شنو شغلات ثانيه، ايديد بكتيريا عنده توكسين سبيكفيكيشن، بيكون ضمن التصنيف الخالي من المشاريات. اوكي لازم يكون خالي من المشاريات، اخضع هذا التيست حتى اعرف انه يكون خالي من الاورجنايزر. Because on the toxin are processed by and شنو أنا شخبطت على هاي microorganism that are poor prone in inhabit water. تمام، لأنه عندنا بعض ال endotoxin تعيش لنا وين بالمي، تستوطن لنا المي، فأنا لازم أتخلص من هذني لحتى أستعمل هيك استعمالات. تمام، فأسوي له تيست مال يكون خالي من الإندوتوكسين والتوكسيتي مالته. As with a water system product, preferred water system also must be available to rapidly and constant product and industrial water. هذا مو مهم أبدا، يعني قلكم المحطة مال المياه هم لازم تخضع له هيك تيست. تمام، إن شاء الله الوحيدة اللي لازم نعرفها عن هذا، هي انه يكون خالي من الاندوتوكسين ويكون استيرام، وكذلك شنو يستخدم للانجكشن ويستخدم اكثر من مره. هاي شغله ما ذاكرينها هنا بس هو يستخدم اكثر من مره. تمام، فهسه بيت للصفات استيرام تمام وخالي من الاندوتوكسين ويستخدم المن للانجكشن وعنده صم كيميكال ريكوايرز للبيرفايل ووتر والمن البكتيريا اندوتوكسين سبيكتيكتي. يعني لازم يخضع للشروط مع البيرفايل ووتر اللي قبله، كذلك يخضع لنا الشروط انه هو خالي من الاندوتوكسين. ذنش كم شغلة بس اللي نحفظهن عنه. تمام، كذلك شغلة انه هو أقول خلنا هنا تبهر كما انساها، يستخدم اكثر من مرة than more one dose. اوكي تمام، نستخدمه اكثر من مره على عكس الستيرال ووتر فور انجكشن. احنا مو قلنا هو هذا يكون ستيرال واندوتوكسين اثنيناتهم صح ولا لا؟ بس راح نجي من نقرا الستيرال ووتر راح نلقاها بنفس الشروط ونفس الصفات. تمام، بس بفرق واحد. تمام، هسه ركزتكم عليه. ستيرال ووتر فور انجكشن، الماء المعقم من اجل الحقن، ذاك بس من اجل الحقن بس شنو مو معقم. That water has been baking. اول شيء هذا يجينا baking. خلينا احكي لكم عن الستيرال ووتر فور انجكشن. شايفين المي اللي جوي الابره اللي يجب بهيجي امبوله صغيرونه قزاز صح لو لا؟ هو هذا البيكينج مالته. ليش؟ لانه هاي القزازه من راح تفتحها راح تستخدمها مرة واحدة وتشمرها، تضطر اوكي لحتى نسبتها تكون قليلة. على عكس الووتر فور انجكشن اللي قبله، شايفين اللي يجي ويا الابرة هاي المي اللي يجي هيجي امبولة صغيرونة بس كل نايلون صح لو لا؟ هاي تستخدم اكثر من مرة عادي. تمام، هذا الفرق بيناتهم. تمام، هسه افتهمنا. Baking and rendering sterile. This is water is for process of sterile product intended to use intravenously. Okay, intravenously يستخدم المن الاستخدام الوريدي، الحقن الوريدي. أنا هذا الوريد لازم أحقنه بالستيرال water for injection. زين، إذا قال لكم أنا أستخدم البيرفور water for injection استخدمه للانترفينيوسلي صح لو غلط؟ اكيد غلط. ليش؟ لانه ذاك ما يجينا بيكينج ويجينا الى اكثر من استعمال. تمام، هذا الفرق بيناتهم. Addition it used for other application or bulk WFI or purified water. يستخدم كبيرفايد ووتر عادي. And decant but access to volatile water system is either not
particle are only relatively small quantities needed. نستخدم كبير فورد ووتر بس شنو بنسبة كوانتيتي تكون جدا قليلة في حال أنا احتاجيت نسبة جدا قليلة. ليش أروح أنا وأفتح مثل، لأن إحنا نعرف البير فورد ووتر ينخزن شنو بعبوات تكون كبيرة، تمام؟ فأنا بدل ما أفتح أجي أستخدمها عادي كلش طبيعي ما راح يصير شيء. سيرال WFI is typically baking. أوكي يعني شنو typically baking؟ مثل ما قلت لكم يعني يكون مسدود يجينا مغلف. و single dose على عكس ذاك أكثر من دوز، يستخدم مرة واحدة وينشمر. ليش؟ لأنه هو ينحقن بالوريد، فأنا إذا فتحته وعفته مفتوح راح تدخلي أورجنايزين فيه، صح لو لا؟ وهذا الشيء راح يسبب لي مصيبة. Contrast that are typically less than one letter، تكون الحجم مالته أقل الواحد لتر. لا شنو واحد لتر؟ أقل، أقل بهواي من الواحد لتر. الواحد لتر يستخدمونه أكثر من مرة، تمام؟ بالسايز هاي همينا حفظ واحد لتر الدوز مالته أقل ليس، تمام؟ هسه شنو الفرق بين الواتر فور انجكشن والستيرال واتر فور انجكشن؟ أول بداية هذا خاضع لنا المن، خاضع لنا للستيرال، لا يكون استيرال قصدي معقم، وخاضع لنا المن للتيست مال الاندوتوكسين يكون خالي من الاندوتوكسين، صح ولا لا؟ ويستخدم اكثر من مره، تمام؟ يستخدم كبير فورد ووتر، تمام؟ هذا الفرق. ويستخدم شنو اكثر من ذان مور وان دوز هنا. وهاي هنا انا خاف يعني نقطه استنتاجيه، العبوه مالته تكون نايلون ما تجي قزاز، اوكي؟ على عكس الستيرال ووتر فور انجكشن، هو من اسمه ستيرال ووتر فور انجكشن، هذا يجينا استعمال واحد وحجمه يكون جدا قليل، وخاضع لنا للبير فورد ووتر والستيرال والاندوتوكسين ثلاثتهم، تمام؟ والحجم مالته يكون than one letter in size، تمام؟ ويستخدم للحقن الوريدي intravenously، بينما ذاك نستخدمه للحقن العضلي المسلز انجكشن، تمام؟ سنجين من للاستيرال ووتر فور انهيليشن، قلت لكم كلهن قابلات للانجكشن باستثناء البير فورد ووتر والبير فورد ووتر فور انهيليشن، لان هذن غير قابلات للانجكشن. خلينا نجي نقراهم من اسمه. فور انهيليشن يعني من اجل استنشاق. The water has been baking. اول شيء جينا baking يعني مشابه بعد من خصائصها الى الاستيرال ووتر فور انجكشن. Render sterile. This is water is usually intended for as with inhalation. طريق الاستنشاق. And in proportion of inhalation solution. It carries at least stringent specification for bacteria and toxin. يكون أقل يعني جدا بي ضمن الرقابة مال الاندوتوكسين، يراقبون إنه ما بي اندوتوكسين، بس يكون أقل من الوتر فور انجكشن. طبيعي يصير بي اندوتوكسين، شلون توكسيتي قصدي شلون، لان انت راح تفتحه، صح لو لا؟ راح تفتحه وتبخ اكثر من مره، هو من الصعوبه انه يدخل، بس لربما يدخل انت تصير يعني بيكسوله تفتح العبوه لربما، تمام؟ فهو جاي يقيس لك كل الاحتمال، لا تفيكون ليس سترينجت سبيكفيكيشن بكتيريا اندوتوكسين، يعني يكون اقل نسبة من الواتر فور انجكشن بمن بنسبة التوكسيسيتي والاندوتوكسين بيها، تمام؟ WFI therefore is not suitable for parenteral application، غير قابل للاستخدام عن طريق الحقن مثل ما قلت لكم اول بداية، تمام؟ هاي تقريبا تعتبر من اهم نقطة الى. فهسه الانهيليشن شنو؟ اول شيء يجينا بيكينج يعني مشابه للستيرال ووتر فور انجكشن. ثاني شيء يكون للاستخدام ضمن الانهيليشن بس شنو؟ ما يستخدم للانجكشن، تمام؟ ويكون less strong specific for bacteria and the toxin than sterile WFI. اوكي Bacteriostatic water for injection. طبعا مصطلح bacteriostatic يعني شنو؟ كابح للبكتيريا، مضاد للبكتيريا،
ووترفر انجكشن شنو هذا؟ للحقن ومكافح للبكتيريا، خلنا نحكي لكم عنه. هذا حلو طبعا، يستخدم هواي علما للجهال الصغار. This is water is sterile WFI. هو أول شيء sterile يعني شنو؟ معقد. Which one or more suitable antimicrobial preservant have been added? This is water. This is water. سراح يجيكم الحكي. This is water typically intended يعني يستعمل intended for as an diluent. Diluent. طبعا diluent يستخدم هذا للتخفيف. ليش قلت لكم يستخدم للأطفال؟ هذا يستخدم علما للتخفيف. In the preparation of sterile product mostly for metal dose product that require binder containing withdrawal such as liquid pharmaceutical it may be baking ربما يكون baking مو baking و single dose or multiple dose. هذا الوحيد اللي تكون بيه single dose و multiple dose containing usually less than 30 مليلتر. خلنا اشرح لكم عنه. أنا إذا عندي حقنة مال طفل، أوكي، أنا الطفل عندي ياخذ 1000 × 3، هاي الألف أقسمها على 3 أوقات باليوم. زين أنا هاي الجرعة أنطيها للطفل مركزة؟ طبيعي لا، راح أنطيها مخفف لليوتر. زين هي injection، أنا حطيت السرنجة وسحبت الستيرال ووتر فور انجكشن بالبداية، أوكي، وأريد أخففه. أخففه بالستيرال ووتر فور انجكشن؟ لا، راح أستخدم المن البكتيريا، شلون هو اسمه نسيته، بكتيريا بكتيريا ستاتيك، بكتيريا ستاتيك يعني أستخدم السليو الووتر اللي يكون بيه مادة كابحة للبكتيريا. ليش؟ لانه مثل ما تعرفون الووتر فور انجكشن ليش خلوه دوز فور وحده؟ ليش استخدم مره وحده ينشمر؟ لان قابل للتلوث، مجرد ما تفتحه راح يتلوث. فاني هاي من سحبت بالسرنجه هذا عندي ما ملوث، بس من ارجع واسحب مي ثاني مو راح يتلوث، يدخل لي عن طريق الهواء. هذا الهواء من راح يدخل ما بين جرعه وجرعه، ما بين مي ومي، راح يحتوي لي بكتيريا، طبيعي راح يحتوي لي بكتيريا. فلازم استخدم ووتر يكون معقم يطرد لي هاي البكتيريا، وبذات الوقت يساعدني للتخفيف، فهمتوني؟ فراح نستخدم البكتيريا ستاتيك ووتر فور انجكشن. هسه شنو المهم بيه هذا؟ بكتيريا ستاتيك اول شيء يستخدم للديليوتن، ثاني شيء لا ديليونت، وثاني شيء يكون بيكينج يعني مشابه للستيرال ووتر، و تجي سينجل دوز وتجي ملتيبل دوز عادي، يعني تجي سينجل دوز لان هو شنو اساسا بي مضاد بكتيريا وما راح يتاثر حتى لو فتحته. والجرعه مالته تجي 30 ملي ليس اقل من 30 ملي لتر، اقل من 30 ملي لتر صعب انه تستخدمه اكثر من مره، غالب الاحيان استخدمه مره واحده. هسه نجي للكحول، خلصنا من المي نجي المن الكحول. هسه الماي عندنا 3، البير فايرد والووتر فور انجكشن والاستيرال ووتر فور انجكشن والانهيليشن وال هذا شكد امسا بيك، خلنا ارجع له. بكتيريوستاتيك ووتر فور انجكشن، تمام. وانا راح اسوي لكم ملخص واحدد لكم شنو المهم، وانا اساسا هنا حددت شنو المهم. هسه نجي المن للكحول. الكحول USB هذا نوع من الكحول اللي هو صيغته الكيميائية CH3CH2OH اللي هو عبارة عن أثل الكحول إيثانول، تمام، وذن يكون good solvent for many organic substances. أوكي خل ركز المن للأورجانيك اللي تكون عضوية بعد natural and synthetic. هاي الأورجانيك سواء كانت طبيعية أو مصنعة هو شنو؟ هو good solvent المن للأورجانيك سبستانس. فإذا قل لكم منو أكثر مذيب مناسب للأورجانيك سبستانس، إذا قال لكم الووتر أو الكهول USB راح نختار الكهول USB. ليش؟ لأنه هو أحسن من عند ذاك يذوب الأورجانيك والإن أورجانيك،
يعني مختص به اثنيناتهم، بينما هذا مختص به بس هو. تكون نسبة الكحول مالته من 94.9 إلى 96%. الكحول at limit يعني بالجسم نمطيها على شكل نص المل للجهال، نخفف بنسبة نص بالنسبة للجهال اللي من 6 إلى 12، ما نستخدمه للرضع. تمام، لاحظين انه قبل من 6 إلى 12 5% المل من 12 احدش قد من 12 حد مثلا اعتقد 22 سنة. الادلت لا اقل من 2 يعني 18 سنة. تمام، الادلت من 18 وفوق نستخدم لهم 10%. تمام، ديهايدريت الكحول، شنو ديهايدريت الكحول؟ يعني كحول مجفف ما بي مي، نسبته 99.5. هذا قلنا 94.9 94.9 ربما بي مي ربما بي مواد ثانية عادي، هذا لا مجفف كليا يعني بس كحول. تشوفون نسبته جدا عالية 99.5. sparkle free for water يكون شنو؟ يذوب بشكل جزئي وين؟ دل مي. ديليوتد الكحول هو من اسمه ديليوتد، يعني الكحول مستخدم علما للتخفيف، الرمز مالته NF. بروبايوباي يتحضر عن طريق ميكسينج ايكوال فوليوم، نخبط حجم متناسق او متساوي ايكوال فوليوم. شرط شوفوا منين، من الكحول يو اس بي اللي هو هذا، بعد الووتر، هذا مزيج ما بيناتهم. تمام، هذا ياخذ ديليوتينج الكحول، هذا نستخدمه المد للتخفيف. اذا اقول لكم منو احسن كحول للديليوتينج نقله ال NF. تمام، الكحول اوريبينج كونتينج اباوت 70%، يحتوي على 70% من الاثار الكحول باي فوليوم ريميند كونستانت اوف ووتر، 70% من الكحول والباقي كله ووتر. تمام، يعني ايش قلت 30. Tinted with or without color، تكون ما بي اصباغ، and purifier oil and stabilizers. تمام، تكون ما بي اصباغ ولا purifier oils and stabilizers. اوكي، هذا الكحول الرايبوز، هذا مهم يعني مو كلش مهم، اهم شيء تحفظون انه بي 70%. تمام، جليسرين او اليو اس بي، زين اوكي، ما يو اس بي ولا يو اس بي، شنو الفرق؟ راح يجيب لكم الكحول يو اس بي او يجيب لكم الجليسرين يو اس بي، ما يجيب لكم يو اس بي وحده. اوكي، جليسرين كلير سيرب، يعني شنو سيرب؟ نقي، ليكويد وذ سويت تيست، يعني يكون هو ليكويد بس شنو مذاقه حلو. ات از ميسكبل بوث وذ ووتر، ان الكحول هذا ينخلط ويا الكحول وينخلط ويا المي عادي. زينتلي سولفنت فور تنين، هو يعني سولفنت ممتاز المن لين الثلاثه، تينينز والفينول والبوريك اسيد. تمام، زين لازم نحفظهم، تينين والفينول والبوريك اسيد، يا هذوبن الجليسرين. تاز بيرسفنت كواليتيز. تمام، بروبيلين جيليكول، بروبيلين جيليكول ميسكابلتي ان ووتر، ميسكابل ان ووتر، او شيء هو ينمزج ويا المي ويا الكيتون ويا الكحول والكلوروفورم. تمام، ما عنده مشكله لاني هذا هم يعني حفظ. نجي لاخر واحد اللي هو البولي ايثانول جيليكول، بولي ايثانول بي اي جي، البي اي جي هاي حفظ يعني هو بس هو عنده هذا الرمز. بوليمر كومبيس كومبيسيت، هو بوليمر يعني ريبيرشن يونت اوف، يعني شنو؟ وحدات متكررة. من قلت لكم هو بوليمر يعني شنو؟ بين ريبيرشن يونت يعني مكرر او مشابه اوف مونيمر اثيلين اوكسيد، يعني هو البوليمر المن للمونيمر اثيلين اوكسيد. اذا قلت لكم البولي اثيلو جيليكول بوليمر المن للمونيمر اثيلو اوكسيد. The physical state، الحالة الفيزيائية مالته of polynin is depend on، الحالة الفيزيائية مالته او الذهبانية مالته او
الامتزاج مالته يعتمد عليه من على number of required unit الوحدات المتكررة and hinges on the molecular weight يعتمد على molecular weight. كل ما قل molecular weight كل ما زادت نسبة شنو الميسكابوليتي مالته. ويفضل أن يكون من 200 و 400. preferred as solvent in pharmaceutical solution تمام هو purifier يعني يفضلونه المال pharmaceutical solution. فشنو راح نحفظ عليه البولي راح نحفظ عليه انه هو بوليمر المن للمونيمر اثيلين اوكسايد واللي يعتمد بالماسكابوليتي مالته المذيب الوحيد اللي يعتمد على المولكيولار ويت او الحاله الفيزيائيه مالته هو البولي تمام. وكل ما قل المولكيولار ويت كل ما زادت الماسكابوليتي مالته. اوكي كلوروفورم الكلوروفورم ما اعتقد اكو واحد ما يعرف الكلوروفورم اشتغلينا بمختبراتنا. يختلط لكم ويا الكحول ويا الايثر ويا البنزين ويا الهكسان وبوث فيكسد اند فولتولز يعني الزيوت اللي تكون ثابتة ومتغيرة تمام. بعد عشرة الاسيتون. الاسيتون نستخدمه سهنا صبغ الاظافر كذلك اي نوع من الصبغاتكم تريدون توقعوا استخدموا اسيتون. مسكبلتي with water مسكبل with water الكحول ايثر كلوروفورم and most of volatile تقريبا ذني اخر شيء دام لاحظين كلهن يرتبطن انه هن يذوبلكم ويا من ويا الكحول والووتر الا ما ندر يعني هسه الاسيتون يذوبلكم ويا الكلوروفورم بينما الكلوروفورم يذوبلكم ويا البنزين والهكسان ذني يعني مال الكيمياء الضوئية. هذا اللي يعتمد على شنو المولكيولار ويت يلا يذوب هذا يختلف عنهم كلهم. البروبيلين جليكول هذا همينه ويا الكحول بس شنو والكلوروفورم همينه والاسيتون ثاني الجو الاخير شيء ذوب ياهن كلهم تمام. فانتم شنو احفظوا ويا من يذوب وانا همين بالملخص راح احاول اسهل لكم المشافات. هسه pharmaceutical technology according to pharmaceutical solution may be classified into نقسم المحاليل الصيدلانية على حسب استخدامها الموضع يعني موضع حب الجسم oral ophthalmic solution otic and nasal solution topical solution parenteral solution سهل هذا according to their composition هم يعني عندنا عادة هاي according to their composition solution may be classified into على حسب ال composition تمام راح يصنف انه سيرب وإليكزير وسبيرتس وأروماتيك وتينكتشرز تمام تينكتشرز شرحت لكم هناك فما إلى داعي انه نرجع ونشرحهن مرة ثانية. يلا نكمل الأورال سوليوشن. الأورال سوليوشن إحنا مثل ما عرفنا السوليوشن قسمناها على حسب طريقة الاستخدام وعلى حسب الكومبوزيشن مالتها. عندنا صنفين بالسوليوشن يا أما عن طريق الاستخدام مالتها شلون أو عن طريق المكونات مالتها تمام. هسه نجي نمل للأورال سوليوشن. most solutions intended for oral أغلب السوليوشن اللي تحتاج انه نعطيها عن طريق الاورال ادمنستريشن راح كونتاين فوليفيرنت تحتوينا على الفوليفيرنت المرغبات او المنكهات وبعد شنو على الكولرنايتس كولرنايتس وفوليفيرنت to make the medication more attractive and palatable okay playable attractive and playable نضيف لها فلوفر نايت كولرنيس لحتى تصير اكثر رغبه وقبول من قبل البيشنت اوكي يعني اذا يكون طعمها مر اضيف لها طعم لحتى تنبلع بسرعه كولر ليش لحتى يعني اخدع المريض بصريا تمام
خداع المريض عن طريق البصر شيء جدا ضروري. لهالسبب نضيف الكولرنيت او مرات نضيفه شنو الغسول للفم لحتى شنو نميز هذا مثلا بالنعناع هذا بغير طعم، تمام، بحيث الريحة تكون مشابهة للون. اوكي، وين نيدد عند الحاجة، يعني مو دائما، انما شنو هو قالكم موست يعني الاكثرية، شنو قلكم عند الحاجة. They may also contain stabilizers. Stabilizers يعني شنو المثبتات أو المواد الحافظة. To mention chemical and physical stability لحتى تحافظ لنا على الخصائص الكيميائية والخصائص الفيزيائية المن لهذا السوليوشن. أضيف لها stabilize لحتى التركيب الكيميائي يبقى دائما stability والخصائص الفيزيائية تبقى هي stability على طول فترة العلاج. اوكي، من لما يصير اكسباير هاي المادة راح تنحل، تمام. The medicinal agent and preservative to prevent the growth of microorganism in the solution. كذلك عندنا هاي الستابلايز نستخدمها همينة الاستخدام إلها ثاني، وهي تمنع لنا الجروث مال المايكروجينايزم وين بالسولوشن، يعني تمنع لكم نمو الميكروبات بالسولوشن في حال فتحته وتعرض للهواء، فهي راح يحارب لك الميكروجينايزم اللي راح تدخل لك، تمام. فهسه الستابلايزرز عدها استخدامين، منشن كيميكال او فيزيكال ستابلتي، وكذلك prevent growth of microorganism in the solution، تمام. والأورال سوليوشن بشكل عام أو الأكثرية تحتوي لكم على الفلوفر نايتس والكولر نايتس. أوكي، the formulation pharmacist must be wary. الصيدلاني لازم يكون حذر أو خائف من شنو، من chemical interaction between the various component of solution that may alter the preparation's stable and optimis. الصيدلاني لما يضيف لكم هاي المواد الستابلايزرز الفلوفرتس الكولرنس، تمام، هذين من يضيفهن لازم يعرف ان هذين ما راح يأثرن لي على من على الانتر رياكشن بين الكمباوند مال العلاج. اوكي، ما راح يأثر لي ولا سوي لي تفاعل بين هاي المكونات مال العلاج، بالتالي شي يصير بي داون او بروك داون، تمام، يترسب او لربما يخرب، تمام. for instance طبعا هذا مصطلح جديد، for instance معناها على سبيل المثال، احنا متعودين ناخذ for example، تمام، فهذا مصطلح جديد يفيد ما ربما يجيبوا بالأسئلة وما نعرف نترجم. على سبيل المثال هاي المواد اللي نستخدمها كملونات أو كمواد تسوي لنا قبول للعلاج أو stabilized أو مواد تكون حافظة. Esters of B hydroxybenzoic acid methyl ethyl propyl and butylpropanes. Okay. Frequently used preservation in oral preparation have tendency تحتوي ميول to preparation into certain flavoring oils. This is preparation effect called redic, the effective concentration of preservantly in the aqueous medium of pharmaceutical product below the level needed for preservative action. هذا الشرح كله مو مهم، مجرد تحفظون هذني يستخدمون بالأورال لا أكثر ولا أقل. هذا الشرح ما من فائدة. Knowledge of the solubility and stability character of، لازم تكون عندنا معرفة للسولوبلتي والاستابلتي، الذوبانية والاستقرارية، يعني الخصائص الذوبان وخصائص الاستقرار. of medicine agent لهاي medicine agent
اللي راح أستخدمها أني كمواد حافظة أو كألوان أو كمرغبات بالطعم، لازم أعرف الحين الكاركتر مال السويبلتي والاستيبلتي. هنا قلت لكم لازم نعرف إنه هذا ما راح يسوينا شنو انتر رياكشن بتوين المواد مالت العلاج الواحد، يعني شنو لازم أعرف الخصائص الكيميائية مالته وخصائص التفاعلية مالته. هنا هم لازم أعرف خصائصه مال الاستقرار وخصائصه مال الذوبانية. في حال أنا راح أستخدم لربما علاج زيتي، أنا لازم أستخدم هاي المادة تكون مطابقة لها، يعني تذوب بيها وتحافظ على الستابلت مالتها داخلها. تمام. solvent and boil in chemical product useful تفيدنا بالpharmaceutical for informing the patient of it visible of mixing the solution with juice milk other beverage of administration. شلون يعني الصيدلان لازم يعرف هذه الامور لحتى ينصح البيشنت بانه يخلطها ويا حليب، يخلطها ويا عصير، اكو مواد احنا لازم يعني oral solution لازم نخلطها ويا مواد ثانية ونشربها، اكو مواد ما تصلح انه نخلطها ويا حليب، فانا ما راح انصح انه يخلطها ويا حليب. عن طريق شنو تكون عندي معرفة بالخصائص مال السولوبلتي والستيبلتي، لربما انصح انه يذوبها بحليب وما راح تذوب. تمام. بجوز جوز اوكي. فلازم تكون عند الصيدلاني معرفة بالكاركتر ستيبلتي والسولوبلتي. بس هاي النقطة حفظ او امسكيو تجيكم. تمام. هالشرح الباقي عادي يعني تعريفي. dry mixture for solution الخليط اللي يكون شنو جاف. شنو الخليط الجاف؟ شايفين هاي ساعة الشيشة مال الدول اللي تجينا بودرة ونحط فوقها مي ونخلطها، شايفين هي ها. A number of medical agent particular solution in antibiotic for example البنسلين في اللي dry mixture for solution. شنو dry mixture for solution؟ يعني الخليط اللي يكون ناشف، يعني أنا أجيبه بشكل ناشف وبعدين أسوي solution. شايفين هاي الشيء مال العلاج اللي يجيبون المادة مالتها تكون شنو بودرة، وإحنا لازم نحلها بالبيت. تمام. هيها number of medicine agent particular solution antibiotic. العديد عندنا من المواد ما تقدر تحافظ على خصائصها وهي solution لفترة طويلة. مثال على هالشي البنسلين V أو البنسلين الخامس have insufficient stability in aqueous solution to meet extend shift it forward. Okay. This chemical manufacturer of this product provide them to the pharmacist in a dry powder. هاي المواد يوفرونها الصيادلة بشكل شنو dry powder or general form for recombination with prescribed amount of powerful water immediately before dispense to the patient. هاي المادة راح نوفرها بشكل شنو dry powder أو شنو نحلها قبل ما نصرفها للمريض بفترة معينة. The dry powder mixture containing all the four relative components. هذا الباودر يحتوينا على كل شيء، يحتوينا على المادة الحافظة ويحتوينا على المادة الأكتف مال العلاج الأساسية والمنكهات والملونات، كلهن يكونن بشكل باودر مخلوطات سوا. يعني هو الصيدلاني لازم يعرف خصائصهم ويشتغل على شكل باودر ويخلطهم سوا، يعني هو كامل مكمل مجرد ما انت تجي شنو تخلطه. All for formulative combination including drug الفلوفرنت الكولرنت والبافرز والاذر is paid for solvent. وكل يعني كل المكونات مال السولفنت موجوده بهاي الباودر. اوكي. يعني ما عبالكم انه لا لازم نضيف له ماده حافظه بعدين، لا هو باودر كامل مكمل بس احنا موفرينه بشكل باودر. ليش؟ لانه ما يحافظ على الخصائص مالته لفتره طويله. هاي الماده او
أو الدراج فورم، هاي المادة الصيدلانية اللي استخدمها بالعلاج، هاي ما لها عمر طويل، ما تحافظ على الأكتف مالتها لفترة طويلة، لهالسبب أوفرها بشكل باودر وبعدين أحلنها. تمام؟ أنسي ريكونستيتد باي ذا فارماسيست solution remains stable when stored in the refrigerant for labeled period usually 7 إلى 14 يوم. هاي المادة راح تحافظ على خصائصها لمدة 7 إلى 14 يوم من بعد الحل مالتها. تمام؟ يعني من بعد ما أصرفها للمريض ويحلها بمي راح تطول عندي مدة 7 إلى 14 يوم. طب شو نستنتج من هالأمور؟ المواد اللي نستخدمها كباودر يكون مفعولها العلاجي جدا قوي، يعني تسوي لي شغلها فترة جدا قصيرة. ليش؟ لأنه أكو علاجات تستمر، يعني هسه مثل عندكم الجرعة مال الإسكارس وهواي هواي جرعة، يعني لازم أستمر عليها أشهر يلا تعطيني الشغل مالتها. هاي بسبع إلى 14 يوم راح تعطيني الشغل مالتها كامل. أوكي؟ Once recommended by pharmacist, the solution remains stable when stored in the refrigeration for the labeled period usually 7 إلى 14 يوم. يعني شنو؟ بمجرد ما أصرف هذا العلاج للبيشنت وأحلل هي، هذا العلاج راح تكون فعاليته لحد 7 إلى 14 يوم. تمام؟ إيش نستنتج من هذا الشيء؟ نقطة استنتاجية ناخذها بعدين بالمستقبل هم بمادة التكنون. هاي المادة الفعالة الموجودة بالعلاج هذا جدا قوية، بعد تطي مفعولها بالجسم فترة جدا قصيرة، تصلح الدمج أو تطرد لكم المايكروجينايزن فترة جدا قصيرة، يعني تكون سترونج. أكو مادة فعالة تكون مو سترونج، تاخذ فترة طويلة يلا تعالجنا الدمج اللي صاير بالجسم أو المايكروجينايزن. تمام؟ أكو جرعة تستمر شهر، تستمر أكثر. هاي المادة اللي تستخدم لمدة 7 إلى 14 يوم، هاي المادة تكون جدا قوية، أو تستخدم شنو للأمراض الخفيفة. أحيانا تكون المادة قوية أو أحيانا نستخدمها علما للأمراض الخفيفة. Depend on proportion، اعتمادا على proportion. This is significantly provided for patient to complete the regimen. هاي الفترة كافية حتى المريض يكمل المسار العلاجي مالته. usually prescribed however in cases، مع هذا حالات الميديتشن remain after the patient complete the course of therapy، في حال المريض كمل الكورس العلاجي مالته complete the course of therapy، الكورس العلاج مالته. The patient should على المريض instruct to describe the remaining portion، يتخلصني من الجزء الباقي حتى لو باقي بي هذا العلاج، أنا لازم أتخلص منه. ليش؟ لأنه هو فترته جدا قليلة من 7 إلى 14 يوم، فما يعني أخلي بالثلاجة شهرين ثلاثة. تمام؟ لازم بس أخلص هاي الفترة مالتي أو أخلص الكورس العلاجي أتخلص منه بسرعة، وإلا راح يسبب لي تسمم. would be used for use at later time، لحتى ما نستخدمه بوقت سابق. oral retention solution، طبعا هسنشن للoral retention، oral retention solution يعني شنو؟ السوليوشن الفموي اللي يرجع لي توازن الماء او يرجع لي المي. ريديرشن يعني احنا مثل ما نعرف ري هذا المصطلح، وين ما نلقاه معناها تكرار او نكرر الشيء او نزيد الشيء، يعني نكرر المي. عكس الريديرشن ديهايدريشن اللي هو شنو؟ الجفاف او التجفيف. تمام؟ خلينا نجي نقرأ شنو هذا الأورال ريتيرشن سوليوشن. rapid fluid losses is equated with dairy، الماء أو السوائل المفقودة with dairy.
can lead to dehydration, تؤدينا إلى شنو؟ الجفاف. And ultimate death, بالتالي راح يموت in some patient, particularly infant, بعض المرضى وبالأخص الأطفال. الأطفال الرضع صار عندهم إسهال هواي، وياما أطفال ماتوا بسبب هالشي. ليش؟ صار عندهم جفاف، بالتالي الدم يصير بيه لزوجة، أوكي، ويصير انسداد بالكابيلاريز. تمام. Drunk diarrhea, the small intestinal، خلال الدياريا the small intestinal secrete for more than normal amount of fluid، راح هاي الانتستينال تفرز لنا يعني فلويد أكثر من الطبيعي، أوكي، تفرز فلويد. ليش؟ لحتى تتخلص لي من الجراثيم اللي موجودة لربما وين بالجدار مالتها، أوكي. وشنو سبب الدياريا؟ غالبا تكون جراثيم مايكروجناسي بشكل عام موجودة وين بالجدران مال الانتستينال، small intestine. تمام. فراح تفرز فلويد هواي هواي، راح تفرز لكم فلويد هواي هواي، بالتالي عن الكترولايت، بالتالي عن this sample exceed the ability، قدرة اللارج انتستينال راح تقل، ما راح تقدر تستوعب هاي الكمية الهائلة. زين، هاي تفرز هواي وهاي ما تقدر تتحمل، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا dehydration. This is a fluid loss can lead to progressive loss of blood volume. هاي الفلويد طول ما هي تنفرز بشكل مبالغ به البلود فوليوم راح يقل لنا. ليش؟ مثل ما قلت لكم راح لزوجة بالكابيلاريز تصير عندنا. culminating in hypervolemic shocking. تمام. Oral rehydration solution are usually effect in a treatment. هذا السوليوشن يأثر لنا على المسار العلاجي للبيشنت، ويا من اللي يكون عندهم مالد فوليوم ديبليشن، يعني يكون عندهم فقدان بالسوائل بشكل شنو؟ متوسط. انا اللي يكون عندي شخص عنده لا والله هايبر بال عنده هايبر بالدياريا او هايبر بال less volume of blood، هاي لا لازم اضيف له عن طريق الوريد سوائل، عن طريق الوريد، وكذلك اقعد اشرب سوائل هواء. تمام. هذا العلاج يعني ما يفيدني، هذا يفيد في حال كان عندنا mild volume duplication، يعني ما يحتاج اودي للمستشفى. اللي يكون عندهم هايبر ذلك لا يدخلون المستشفيات لحتى شنو نسوي لهم؟ تغذية وريدية. هاي لا بالبيت. 5% to 10% من البادي ويت، يعني الميلد فوليوم يصير 5-10 من البادي ويت. This is are available outic and relatively inexpensive. هذا يكون outic وكذلك السعر مالته يكون قليل، اوكي، لسبب انا وين استخدمه بالبيت. And their use has diminished the intense of complexion equated with، تكون مرتبط مع the parental administered electrolyte solution. ما منها فايدة هاي of complexion equated with parentally administered electrolyte solution. A letter of topical oral rehydration solution يحتوينا التوبيكالي، يعني هذا الريدريشن سوليوشن النموذجي، اوكي، يعني ناخذه كنموذج، مو كل هنا جهت ولا نموذجي، كمثال يحتوينا على 45 ملي اكواس من ال ان اي الموجب، و20 ملي اكواس من الكي هميا الموجب، لان احنا قلنا ايش تكون الكترولايت. تمام. الالكترولايت تكون مشحونه. 35 ملي ايكواس من السي ال السالب، و30 ملي ايكواس من السيترات. تمام.
25 غرام من الديكستورز، تمام؟ فهذين لازم نحفظهم بالغرامات والملي ايجوس واسم المادة في حال اجانا ام سي كيو. المللي توبيكلي اور توبيكلي اورال ريهايدريشن سوليوشن. اوكي، فورميليشن ار افيلبل ان ليكويد اور باودر باكينج فروم فور شنو ريكونستيتيشن. It's important available in liquid or powder baking for reconstitution. It's important that the user added the specific amount water needed to prepare with powder form. في حال احنا هذا اجانا بشكل باودر لازم نعرف كمية الماء اللي needed الwater needed للإضافة، مو فشي يعني شي طبيعي. Furthermore, مع هذا أو أكثر من هذا, this product should not be mixed with or given with أو يعطى مع، ما يصير الخلطة أو نطيه ويا الأذر electrolyte containing liquid such as milk fruit juices. يعني عندكم اللي هذا الاورال ريهيدريشن سوليوشن ما المفروض نعطي لا ويا الميلك ولا ويا العصير ولا ويا من ويا الاذر الكترولايت كونتايننج ليكويد، اي ليكويد يحتوينا على الكترولايت. ليش؟ لانه هي هاي الكترولايت اساسا سوليوشن، تمام؟ فراح تكون مشحونه، وهاي مشحونه بالتالي شنو راح يصير عندنا تفاعل بيناتهم. اوكي، فما المفروض نعطي وي الكترولايت ليكويد. فهذا ايش نحفظ من عنده؟ نحفظ انه هو ينعطى بحاله المودرن وينعطى لمن؟ للمرضى مال الدياري، وكذلك التايبيكال اورال ريهايدريشن سوليوشن المكونات كذلك نحفظهن، كذلك ننتبه انه ما ينعطى وي الكترولايت كونتايننج ليكويد. سنجل من الابيثيلميك سوليوشن، يعني شنو؟ سوليوشن مال محاليل العين، تمام؟ قطرات المحاليل اللي نستخدمها للمحافظة على الضغط مال العين بالعمليات الجراحية، الدموع الاصطناعية اللي هاي البنات تستخدمها من يحطن عدسات، اوكي، قطرات تجوي العدسة، كل هاي المحاليل خاصة وين بالعين اسمها ابيثيلميك سوليوشن. The stearlight أول شيء هو stearlight يعني يكون معقم، مش طبيعي راح يكون معقم. Is one of important consideration in their preparation eto clothing. The final concern is the preferred method of sterilizing ابيثيلميك سوليوشن preserving preservative suggest for us in the ophthalmic solution include. هذا الحكي اللي فوق يعني مو كلش مهم، عندكم بس شنو المواد اللي نستخدمها كophthalmic solution تتضمن لنا هذني حفظ. فينايل اثايل الكحول نسبته تكون نص، كلورو بيوتانول نسبته تكون نص، بنزا الكينيوم كلورايد نسبته تكون 1% برسنتج، تمام؟ هذني شنو حفظ؟ هاي يعني من اول ما بلشنا الابيثيلميك سوليوشن هذني الوحيدات اللي بيه حفظ، هذا الحكي الفوق ما منه فايدة. الرابع اللي هم وياهن فينايل ميركيريك نيترات تكون نسبته 1% برسنتج، هذا هم ضمن دنيج هم يلحفظ. Ophthalmic solution that are intended for surgical use must be sterile and must not containing any preservative. لازم يكون معقم بشكل كامل وما يحتوينا على any preservative.
such solution should be baking. لازم يكون شنو baking in single as this possible container. لازم تكون القنينة مالته أو الطريقة اللي نخزنه بيها تكون single، يعني لها استخدام واحد ما نستخدمها مرتين. يعني أني هاي شنو في حال شنو سيرو ما ركزت لكم، في حال كان سيروجيكال، يعني سيروجيكال يعني في حال العمليات الجراحية أو التدخل الجراحي، لأن عندكم القطارات مال العين لا عادي نستخدمها أكثر من مرة واحدة، تمام، وما تكون كلش استيريا أبدا. بس هاي اللي نستخدمها بالسيروجيكال لازم تكون كلش استيرا، كلش يعني كلش 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 مش المكان، أوكي، وما تحتوينا ولا على ذرة بيرسيفيتف، ولازم تكون بيكينج مخزنة بأنه تستخدم مرة واحدة، أوكي. فهسه الأبيل مكسوليوشن that are intended for serological بها ثلاث خصائص: الأولى تكون معقمة، ثانية تكون خالية من any organism، ثالثة تكون baking the single dose، استخدامها يكون واحد. أبيلمك سوليوشن should be isotonic، لازم يكون isotonic. ليش؟ مثل ما قلت لكم هاي السوائل نخليها بالعين، اصلا الله يعني سبحانه وتعالى خالق هاي السوائل بالعين لحتى تحافظ على البريشر مالتها، لان العين متعرضه للهواء، صح ولا لا؟ الجزء الداخلي الوحيد بالجسم اللي متعرض للهواء، فهذا راح يكون الضغط مالت الهواء اكثر من الضغط مال اللي داخل الجسم. يعني سبحان الله اذا مو موجوده هاي السوائل راح تنفجر العين، تمام. فاحنا لازم يكون شنو ايزوتونيك with lacrimal fluid والسائل الدمعي، اوكي. واحدة من الشروط مال المحاليل مال العيون تكون isotonic with lacrimal fluid. Although the eye can tolerate tonicity values above and below than corresponding to 0.9 NCl solution. كل السوليوشن تحتوينا على نسبة جدا قليلة تقدر ب 0.9، يعني أقل الواحد من الـ NaCl. Is less likely to predict deconform or irritation to the eye. The agent which is used، الإيجنت اللي نستخدمها to adjust the tonicity، حتى نحافظ عليه من التونيكتي مالته، of solution must be compatible with the active medicine. must be، تمام، must be compatible with ويا من ويا الactive medicine. يعني التونيكتي ما بين هاي المادة اللي راح نستخدمها كأجنت، التونيكتي مالتها لازم يكون مشابه للأكتيف ميديكيمنت، يعني المادة الدوائية الأساسية بهذا العلاج، أوكي. هاي مو كلش مهمة، يعني شيء بديهي اللي لازم نركز عليه هنا خصائص السيرجيكال ثلاثة، وكذلك لازم نعرف إنه كل الأبيثيلميك سوليوشن لازم يكون إيزوتونيك وذ ليكرام فلويد، أوكي. هاي viscosity. viscosity اللي هي اللزوجة. increase the viscosity of epithelmic solution. الviscosity تستخدم أكثر شيء وين؟ بالقطارات. ليش؟ لأنه القطارة إحنا نخليها بالعين ربما تطلع من العين، فلازم نزيد اللزوجة مالتها لحتى تبقى مستقرة بالعين فترة طويلة. منها لمن المادة تشبع بالسيرفيس أريا مالت القرنية. increase the viscosity of epithelmic solution over propylene containing with the tissue. This enhances the penetration and therapeutic effect of the drug. containing with tissue. okay. شو قلي لكم؟ هاي ال viscosity راح تزيد الاتصال بالتشو، بالتالي راح يزيد لكم البيرنت
penetration الاختراق والtherapeutic effect of a drug راح يزيد لكم اختراق وزيادة المادة العلاجية. مثل ما قلت لكم بما انه هي مادة لزجة فراح تبقى اطول فترة على اليمن على السيرفيس اريا، بالتالي راح تشبع بالمادة العلاجية. thickening agent يعني الايجنت اللي تكون هي اساسا thickening ثخينة، such as methyl cellulose may be aided to increase viscosity. من المواد اللي منطيني اياها مثال لحتى تزيد للفيزوزيتي هي الميثايل سيلولوز. اوكي من المواد اللي همينا لازم نحافظ عليها بالمحاليل مال العيون هي البي اتش، الليكرمال فلويد البي اتش مالته هو 7.4. An epithelmic solution should have the same pH. فأني solution اللي لازم أضيفه للعين لازم يحتوي لي على نفس ال pH. أوكي؟ الماء للكرم فلويد. This is not usual possible. هذا عادة ما يكون يعني ممكن. ليش؟ لأنه أكو مواد دوائية ما تذوب لي بهذا ال pH. تمام؟ Because at this pH, many drugs are not soluble in water. هاي لربما ما تذوب النوين بالواتر. And most alkaloid salt والأملاح القلوية بير. ليش؟ لأنه 7.4 يعني نسبة الحامضية مالتها عالية، صح لو لا؟ Are precipitated at this level. Therefore, pH must be found which represent a compromise between optimum stable and maximum therapeutic effect. At this level must be held by buffer. فإحنا لحتى نوفر solution ال pH مالتها تكون شنو قريبة من العين وكذلك بذات الوقت يكون البي اتش مالتها يعني قريب من السائل الدمعي وكذلك شنو قريب من المادة العلاجية. اوكي لحتى اصنع هيجي مادة او لحتى اوفر هيجي بي اتش بهالحالة احنا راح نستخدم نظام البفر. اوكي نظام البفر هذا هنا مو كلش مهم، الشيء الوحيد اللي لازم نعرفه من الكرام فلويد 7.4 واحنا بهالحالة لازم نوفر علاج يكون قريب من هذا الليفل. The buffer system that used should have pH that nearest to physiology pH 4.7 and which per caption of drug does not occur. نفس الحكي ذاك هذا هنا بس عن طريق البوفر. Exception used in pharmaceutical solution for oral administration. حسن جيلمان الإكسبينيت used in pharmaceutical solution for oral administration. أكو عندنا عمليات لازم نقوم بيها، سيستمات معينة لازم نسويها لشنو حتى نخلي الأورال solution أو solution بشكل عام اللي يكون ضمن الفارماسيوتيكال مناسب المن للبودي مال الإنسان. تمام؟ عندنا هاي عمليات من ضمنهن البفر. تونا ذكرنا انه محاليل العين لازم يكون البي اتش مالت الايجنت او السوليوشن بشكل عام يكون مطابق للبي اتش مالت من مال الفلويد الكرم. اوكي المن للسائل الدموي. سنجي عملية البفر. البفر هي نضيف ملح يعادل لنا ما بين القاعدية والحامضية بحيث يوصل لنا شنو وصل لنا البي اتش مناسب بي اتش معين احنا نريد نوصل له. تمام. بوفر ار امبويل ويذن فارماسيوتيكال سوليوشن تو كنترول بي اتش. بوفر انخلق لحتى يسوي لنا كنترول المن للبي اتش. ذا فورميليتد برودكت ان ان سو دوينج اوبتمايز ذا فيزيوكيميكال بيرفورم of the product. كذلك لحتى يحافظ لنا على شنو على الفيزيوكيميكال بيرفورمينج اوف
البرودكت، يعني شنو الخصائص الفيزيوكيميائية المن لهذا البرودكت اللي راح نصنعه. typically pH control is performed، احنا اساسا من نسيطر على pH راح تصير عندنا عدة عمليات نحتاجها. شنو هاي العمليات اللي راح نحتاجها اساسا لحتى نسيطر على pH؟ هسه شنو عندنا البفر؟ البفر اساسا انخلق لحتى يسوي لنا كنترول المن للpH، وكذلك شو يسوي لنا؟ optimize the physiochemical performance of the product. تمام، هذني الشغلتين لازم نحفظهن بهاي الصفحة، بهذا السطر. تمام، شنو هاي الامور اللي راح نوصل لها اذا سيطرنا على الpH؟ اوكي، شنو العمليات اللي راح نوصلها من سيطر على الpH؟ اول عمليه اريد اسيطر على الpH على مود شنو؟ to mention the solubility، حتى احافظ على السولوبيليتي، احافظ على الذوبانيه of the therapeutic agent، المن للثيرابيتك ايجنت، العوامل اللي نضيفها للعلاج. تمام، in the formulated product the solubility of the visit number، solubility مال visit number العد، يعني رقم عديد من ال currental available drug، من الدراج الشائع عندنا is pH depend، يعتمد لنا على شنو؟ على pH. solubility مال هواي علاجات وهواي agent تنضاف للعلاجات تعتمد لنا وين؟ على pH. therefore the solubility of the therapeutic agent in formulation may be compromised by small change in pH. ربما الخصائص مال هذا العلاج او الايجنت اللي راح نضيفه شو يسوينا بالعلاج؟ راح يسوي تشينج، تغيير بالخصائص مالته في حال كان البي اتش ما متوازن او ما مضبوط. تمام، لهالسبب احنا نقوم بعملية البفر اول شيء لحتى نسوي منشن للسولوبوليتي، نقوم ببفر حتى نوازن البي اتش، والبي اتش بالتالي لما يتوازن راح يؤدينا الى شنو؟ منشن سولوبوليتي. لما نحافظ على السولوبيليتي راح نحصل على دواء متناسق وكامل وإلى فترة معينة تكون محدودة وواضحة. أوكي، هسه هنا شنو نحفظ؟ نحفظ إنه البي اتش كنترولايد بيرفورم تو ميشن سولوبيليتي. أوكي، هاي النقطة لازم نحفظها. in the formulating product solubility همينا هاي لازم نحفظها. solubility مال العديد من الأدوية هم تعتمد لنا على شنو؟ على pH. نفس الكلام هنا، أنا هاي نقطة بالأخير يقولكم therapeutic agent في حال ما كان pH ما تم توازن راح يؤدينا إلى small change وين؟ بالpH. هاي النقطة كذلك حفظ. نقطة ثانية، ليش أنا أحافظ على pH متوازن؟ to enhance the stability. الستابلتي شنو؟ الثباتية بالبرودكت in which the chemical stability of active agent is pH dependent. ليش؟ لأنه الستابلتي كذلك تعتمد لنا على pH. هسا pH على اعتمادين، solubility وبعد solubility والستابلتي، نفس الشيء يشابهن بس حروف مختلفة، الذوبانية والاستقرارية، ذن اثنيناتهن يعتمدن على pH. لها سبب احنا لازم نقوم بعملية البفر. example of buffer salt، مثال على الأملاح البفرية المستخدمة بالpharmaceutical solution، هذن راح نجيهن حفظ. أول شيء الأستس، أوكي، أستس أسيد and sodium acetate، يعني الحامض الأستيك والملح مالته، تكون النسبة مالته من 1 إلى 2%. تمام، سترايتيك أسيد and sodium citratic، تمام، الحامض والملح مالته هم يعني تكون النسبة مالته من 1 إلى 5%. فوسفات صوديوم فوسفات and دي صوديوم فوسفات، هاي تكون نسبته من 0.8 إلى 2. ليش؟ لأنه كنا نعرف إنه الفوسفات بنسبة سمية، لهالسبب لازم نستخدمه ببرسنتج تكون جدا قليلة، تركيز مالته تكون جدا قليلة. تمام، سذني الثلاثة البفر سالت حفظ.
اوكي كلها ام سي كيو. لربما اجيب لكم هاي البرسنتج مالته، يجيب لك مثلا الاسم ويريد الاسيد والصوديوم مالته، تمام؟ ومثلا يجيب لكم اياها يعني ثلاثتهم ويقول لكم وحده من عندهم مو ضمن البوفر سالت للفارماسيوتيكال سوليوشن، اوكي؟ فشنو حفظ ظني؟ هسه عفنا عملية البوفر. البوفر هو مغزاة اساسا كله انه نحافظ على البي اتش، تمام؟ هذا كل ما بالبوفر. هسه نجي للايجنت او العوامل اللي نضيفها للعلاج حتى نحسن منه، تمام؟ احنا عندنا عوامل، لربما اضيف اللون، لربما اضيف له طعم، اضيف له ماده تزيد اللزوجه مالته، اضيف له ماده تقلل الاوكسيديشن، اضيف له ماده تقلل السميه، اي عامل هو مو ضمن العلاج بس يساعدني باطاله عمر العلاج او الاستابيليتي مالته او السوليبيليتي مالته، هاي كلها يسمونها ايجنت، يعني شنو؟ عوامل. هسه نجي لمن السويتينج ايجنت، عوامل التحليه. اول عامل ناخذه هو عامل التحليه. سويتينج ايجنت ار امبويل ان ليكويد فورميليشن، يتكون بشكل شنو؟ ليكويد. ذيس جيم فور اورال ادمنستريشن، احنا يعني نحل الشيء حتى نضيفه بالعين، نضيفه بالخشم، نضيفه بالاذان، لا اكيد نستخدم عوامل التحليه المن للاورال، المن للاورال ادمنستريشن، للتطبيقات اللي تكون ضمن الاورال. ليش؟ احنا نذوق بالحلق صح لو لا، فلازم يكون الطعم مالته شويه مناسب حتى انه نشربه. specifically to increase the applicability of therapeutic agent، جاي اقول لكم حتى يزيد القبول مالته، تمام؟ يزيد قبول العلاج المن للبيشنت. The minus sweet agent أهم، the sweet agent boil in oral proportion، مستخدم بالoral proportion، هو السكروز، الليكويد جيليكوز، الجليسرول، السوربيتول، سكرين صوديوم، and سبيرتم، وبعد السبيرتم، تمام؟ the use of artificial sweetening agent in formulation increasing and in many formulation، هذا اللي نستخدمهم تطبيقات جدا واسعة لحتى نزيد استساغة أو قبولية العلاج هذا، تمام؟ فذن يساعدنا شنو؟ حفظ المستخدمات للسويتينج ايجنت، ذني حفظ كل شيء بشكر، هنا كلهم ذني يعني شنو؟ مشتقات للشكر، سكروز، الليكويد جليكوز، الجليسرول، السوربيتول، تمام؟ كل شيء بشكر يعني هو شنو؟ سويتينج ايجنت، هذني شنو حفظ؟ The use of artificial sweetening agent in formulation is increased in many formulation. سكرين صوديوم، هسه نجي نتخصص بالسكرين صوديوم. Used either as soil sweetening agent or in combination with sugar or sorbitol to reduce the sugar concentration in formulation. نستخدم هذا السكرين صوديوم، use either as soil sweetening agent، تمام؟ نستخدمه كsoil sweetening agent or in combination with sugar، مع شنو؟ نخلطه ويا الشوغر، or sorbitol to reduce the sugar concentration، لحتى يقلل لي من الشكر concentration in formulation. ليش؟ هذا يكون طعمه جدا عالي، فاني اكو علاجات اريد استخدمها لربما استخدمها ما اريد بها نسبة سكريات تكون جدا عالية، تمام؟ فراح استخدم هاي السكرين صوديوم، اخلطها ويا الشكر تكون بنسبة جدا قليلة، فهذا راح يقلل لي من نسبة الشوغر، تمام؟ the use of sugar in oral formulation for children and patients with diabetes، هذا الاستخدام، احنا لما نضيف هذا السكرين صوديوم، هذا نضيفه لمن؟ للعلاجات اللي نستخدمها المن للتشيلدرن والبيشنت اللي عندهم دايابيتيز، تمام؟
المرضى اللي عندهم دايابيتيز أكيد ما راح أضيف لهم تحلية جدا عالية، ما راح أضيف لهم ايجنت يحليل بشكل مبالغ بيه، ما راح أضيف يعني السيرب بشكل عام مو بشكر، صح له لا السيرب مو بشكر ومي، فأنا أضيف هاي المادة ليش؟ حتى يقلل لي من الكونسنتريشن مالت الشوكر، بالتالي أقدر أنطي المن لمرضى الدايابيتيز والتشيلدرن. أوكي فهسه شنو عندنا مهم هنا؟ سويتينج ايجنت تستخدم وين؟ بالأورال، هاي أول نقطة، تستخدم للأورال. أوكي هاي أول نقطة. بعد ذني ثاني نقطة الـ MCQات اللي حددناهن اللي نستخدم، خلنا نغير اللون لأن صارت هوسة. ذني نستخدمهن المن كمواد تحلية، هاي همينة ثاني نقطة، حدد المهم وياي. كذلك ثالث نقطة وهي المهمة، هاي المادة السكراين صوديوم نستخدمها المن ونضيفها ويا الشكر أو السيرب بشكل عام، نضيفها للسيرابات حتى تقلل لنا من الكونسنتريشن شوجر كونسنتريشن. تمام ليش نستخدمها حتى تقلل لنا الشوجر كونسنتريشن؟ لأن هذا العلاج راح استخدمه لمرضى الدايابيتيز وكذلك ال children patient. أوكي viscosity enhancing agent، عوامل اللزوجة، خلينا نشوف يا صحة وصلنا. viscosity enhancing agent، عوامل اللزوجة. The administration of oral solution to patient is usually performed using a syringe أو small meter cup or traditional 1 ملسبون. الأورال سوليوشن أقدر أستخدمها عن طريق السرنجة أو عن طريق الكاب، هذا القبق مالت العلبة مال الدواء، عن طريق سبون تكون بها 5 مل. The viscosity of formulation must be sufficiently controlled in order to ensure the accurate measurement of volume to be dispensed. نستخدم عوامل اللزوجة لحتى نسيطر على كمية أو حجم الأورال سوليوشن اللي راح أني أصرف عنه، الفوليوم مالته. تمام. Furthermore أكثر من هذه سوينا increase viscosity of some formulation may increase palatability. زيد شنو؟ القابلية مالتها. Accordingly there is viscosity rank that formulation should expect to figure this operation. Such a liquid formulation do not require عندنا بعض ال liquid formulation do not require specific addition viscosity، ما تحتاج ان نضيف لها عامل لزوجة. مثل ايش؟ مثل السيرب، لان هو بيه سكر فراح يكون لزج من أصلا. The viscosity of pharmaceutical solution may be easily increased. نقدر نحصل عليها بسهولة، نقدر نحصل على هاي طبعا، ذاك كله مو مهم، احنا هنا أنا هاي المهم عندنا. The viscosity of pharmaceutical solution may be easily increased. نقدر نزيدها بسهولة جدا عن طريق شنو؟ إيدتشن، إضافة نان أيونيك أو أيونيك هيدروفيليك بوليمر. يعني هيدروفيليك بوليمر يكون ايوني او غير ايوني. اكزامبل على هذين الاثنين، الايوني او الغير ايوني. نون ايونيك نايترال بوليمرز يكون غير ايوني وطبيعي، مثل ايش؟ السيلولوز والديفيرتيف مالته. السيلولوز واقسامه، مثل ايش؟ مثل الميثايل سيلولوز، هيدروكسي ايثايل سيلولوز، هيدروكسي بروبيل سيلولوز، بوليفينيا بور دوني. اوكي هذني كذلك حفظ اقسام او فروع السيلولوز المستخدمه المن لزياده الفيزيزيتي. اجيب لكم اياها على شكل ام سي كيو لربما واحد منهن ويقول لكم منو من هاي الايجنت يستعمل حتى يزيد لنا الفيزيزيتي. تمام اجيب لكم وحده من العوامل اللي تزيد السويتنج المساعد اثنائن السكاروز وغيرهن.
تمام، ويحط لكم واحدة من ذني، تمام. فهذين كلهن امسكيوات، الايجنت ينحظا هن اهم شيء، يعني بالايجنت الشرح مو مهم، اهم شيء الاكزامبل عليهن يكون الحفظ. اوكي. انت اوكسيدنت اللي شنو هو المضاد للاكسده؟ ليش انا استخدم مضاد للاكسده؟ انا عندي شيشه مال شراب اجي افتحها كل ساعه اشرب منها على طول ذن الاربعه 7 إلى 14 يوم. احنا مو قلنا الشرابات تستخدم لهيجي صح لو لا؟ زين انا هاي من افتحها ما راح تتعرض للاكسجين؟ زين الاكسجين من راح يرتبط وياهم وراح يصير عندنا اكسديشن. هي الاكسديشن شنو؟ يجي ذره مال الاكسجين ترتبط بالهيكل الذري، تمام، فيصير عندنا اكسديشن. انا حتى امنع هذا الاكسديشن لازم اضيف سيستم من أنظمة الأكسدة والاختزال، بحيث كل ما تجي ذرة، أوكي، خلنا نشرح لكم إياها. بحيث كل ما هاي نقول الشيشة مال الشراب وهذا مالته، من أجي أفتحها راح يجيني أوتو. هذا الأوتو لربما أنا عندي سي، نقول مثلا هذا التركيب مالته، تجي الأو هنا راح تغير للتركيب الدوائي. راح اضيف سيستم من الأكسدة والاختزال، بحيث كل ما تدخل ذره مال اكسجين راح تجي ترتبط لي بهذا السيستم وتعوف لي العلاج. اوكي، الاكتف فورم او الماده العلاجيه راح شنو تتفاعل او تتاكسد ويا انظمه الأكسدة والاختزال اللي هو اساسا انتا اوكسيديشن، تمام. لهالسبب يعني هي هاي فائدة. الـ antioxidation are included in pharmaceutical solution to enhance، حتى تعزز لنا الـ stability. ليش تعزز لنا الـ stability؟ مثل ما قلت لكم إذا أجت ذرة أكسجين وارتبطت ويا هذا الـ formula مالت العلاج راح تخرب ليها، راح تحلل ليها، سوي لي بيه تحلل يختلف يعني عن شكله اللي انا مصنع بيه، تمام. فلهالسبب راح يحافظ لنا على الستابيليتي مالته او الاستقراريه الكيميائيه مالته. المن اوف ثيرابيوتيك ايجنت ذات ار سسبيتابل تو كيميكال ديكريشن باي اوكسيديشن تايبيكلي انتا اوكسيدي ار مولكيول ذات ار ريدوكسين سيستم. مثل ما قلت لكم يضيفون نظام اكسده واختزال which exhibit higher oxidative potential than therapeutic agent، بحيث تكون الأكسدة B أعلى من الأكسدة تصير وين بالtherapeutic agent. أوكي. Or alternative are compound that inhibit free radical drug decomposition، أو شنو الثبط لنا التحلل اللي ينتجنا بالأدوية اللي ناتجة من شنو جذر حر. Typically typically in aqueous solution بشكل نموذجي ال aqueous solution antioxidate يعني المحلول المائي اللي نستخدمه ك antioxidate are oxidate يعني يصير بتأكسد in preference to the therapeutic agent. هو التصير ب مثل ما قلت لكم هو التصير بعملية الأكسدة على غرار المادة الدوائية. Thereby protecting the drug from decomposition، لحتى يحافظنا عليه من decomposition أو التحلل، حافظنا على العلاج أو المادة العلاجية من شنو decomposition. Both water soluble and water insoluble antioxidate commercially available. The chronic of this being made according to natural formulation. كلا الانتا اوكسيديشن سواء كانت الذوب بالماء او ما الذوب بالماء متوفرة عندنا بكثرة، فلازم الصيدلاني يعرف يختار شنو النوع اللي يحتاجه. اوكي، فهسه عندنا شنو هنا بالانتا اوكسيديشن شنو نحفظ؟ اول شيء الانتا اوكسيديشن هو اللي راح يصير باكسيديشن ما يصير بالثيرابيوتيك ايجنت. اوكي، ويعزز لنا اول شيء يعزز لنا السولوبيليتي، هاي أول نقطة. هو الانتا أوكسيديشن هو عبارة عن
خلنا نغير اللون. ويلا نفسيته هو عبارة عن نظام أكسدة واختزال، هاي ثاني نقطة. تمام. بعد typically oxidation، هاي نفس النقطة اللي فوق، راح تحمينا المادة الدوائية من decomposition. والانت oxidation عندنا يذوب بالماء ما يذوب بالماء، ما أعرف هاي نقطة مو كلش يعني مهمة، بس همين نحفظها. أهم شيء ذنيته الاثنين الفوق. هسه نجي للأهم، وهي مثل ما قلت لكم إحنا لازم نحفظ الإيجنت الإكزامبل عليه. Example of antioxidants that are commonly used for aqueous formulation include sodium sulfate, sodium metasulfate, sodium formaldehyde, sulfoxylar, and ascorbic acid. ذني حفظ وهمين كلش مهمات. تمام. ذني حفظ كلن MCQ على ذات النمط اللي اعطيتكم اياه من الساعه، قلت لكم اجيب لكم واحد منه واجيب لكم ايجنت مختلف، وقلت لكم اختاروا الايجنت الصحيح. تمام. فهاي الايجنت اللي هسه انا اقول لكم شلون سهل عليكم، بيهن صوديوم بالبدايه، ثاني يستخدمن ك انت اوكسيديشن. ليش؟ لانه الصوديوم يكون مشحون بشحنه موجبه، والاكسجين يكون مشحون بشحنه سالبه. تمام. بالتالي راح يتفاعلن بيناتهم. أوكي. أكثر الأمور اللي ممكن تتفاعل ويا الأكسجين هي الصوديوم، كذلك ما إلى تأثير على المادة الدوائية. Example of solution، هاي شنو؟ Example على solution اللي تستعمل كإيكوس المن الأدوية اللي تكون مائية سائلة، بس شنو مائية بيهن مي يعني. هنا عندنا example للانتوكسيدنت that may be used for oil based solution اللي تكون زيتية. عندنا علاجات تكون زيتية، ايه عندنا علاجات، فهذني شنو هم لازم نستخدم لهم انتوكسيدتي خاص بيهن. اوكي. فالانتوكسيدت الخاص بيهن هن البيتالايت هيدروكسوتولين والبيتالايت هيدروكسو انسولين والبروبل جيلايت. ذن ثلاثة قليلات وهمينا شنو مهمات. هذن يستخدمن للأويل، ذن يستخدمن المن للإيكوس. لازم نميز بهاي النقطة. typically antioxidants are boiled in low concentration، نستخدمها بlow concentration تتراوح نسبته إلى شنو 0.2% weight to weight، and is usually for concentration of antioxidation in finished. الانتوكسيديشن الكونسنتريشن مالته من نخلص من العلبة، يعني من يصير عندنا علاج شويونة بالعلبة، إذا أجينا وقسنا في التيست معين راح نلقى الانتوكسيديت قليلة جدا. ليش؟ لأن تم نفاذيتها بهاي الفترة كلها، يعني هذا النظام اتأكسد هواي هواي هواي. اوكي. فقام ما يتحمل لهالشي. finished product markedly less than init، لما نخلص finish يكون less than initial concentration. التركيز النهائي للانتوكسيديت يكون بالنهاية اقل مما نبلش به بالبداية. due to oxidative degradation during manufacture of the dosage form مثل ما قلت لكم. تمام. فهسه احنا شنو نحفظ من هذا؟ نحفظ الاكزامبل اللي هن بيهن ايكوس وبيهن شنو وبيهن اويل، ونحفظ كذلك انه الكونستريشن مال انت يكون لما نخلص اقل. ليش؟ لان تمت نفاذيته. وهذا اللي حدد لكم اياهم فوق. البيرسيفيتيز، البيرسيفيتيز او شنو المواد الحافظة. بيرسيفيتيز are including in pharmaceutical solution to control the miscibility bioperidin of the formulation.
مواد الحافظة راح تحافظنا على ميسكابلتي. تمام. ايدل بيرسيفنتلي شود اكسبي ذا فولينج ابربير. مواد الحافظة تحافظنا على الميسكابلتي، وكذلك هي تطردنا الأورجنايزم. تمام، نستخدمها حتى نطرد الأورجنايزم. فهي هاي البيرسيفيتيفس لازم تكون بيها شنو؟ عدة بروبيرشن لحتى نصنفها ضمن المواد الحافظة. أول شيء process a pair with cyclic term of intermicrobial activity in composition gram positive and gram negative bacteria and fungi. أول شيء لازم تتفاعلنا ويا الأورجنايزم سواء كانت جرام نيجاتيف أو بكتيريا تكون جرام بوزيتيف. أوكي، فإحنا كنا نعرف إنه أخذنا بالمناعة حتى يعني الدفاعات المناعية أكو بيهم ضمن الجرام البوزيتيف وأكو ضمن النيجاتيف. تمام، فإحنا المادة الحافظة لحتى نصنفها مادة حافظة لازم تحارب الاثنين. تمام، be chemically and physically stable، لازم تكون stable فيزيائيا وكيميائيا over the shelf life of the product، طيل الفترة أو الـ expire مال هذا العلاج. يعني أنا ما استخدم مادة حافظة والعلاج بعده بنص أيامه وتروح تخرب وتسوي لي سمية وتسمم البني آدم. أوكي، لازم تكون stability من ناحية الفيزيائية والكيميائية، ولازم يكون أساسا عمرها أطول من عمر العلاج. تمام، هاي معلومة لازم نعرفها، إنه لازم يكون عمرها أطول من عمر العلاج لحتى نتجنب المخاطر أو الريسك المتولد من إضافتها. have low toxicity أو بالأحرى ما تحتوي toxicity أساسا. أوكي، فإحنا بما أنه مثل ما قلت لكم العلاج ينفتح وينسد، لربما تحتوي على نسبة toxicity جدا بسيطة لسبب ما كاتب بي low toxicity. تمام، wide range of preservatives is available for use in pharmaceutical solution for oral use. هواي من المواد الحافظة تستخدم وين؟ بالoral use. Following هاي هنا أنا جاي أقول لكم اللي بين القوسين هي النسبة، هاي يعني جاي أحكي لكم اللازم يتواجد بيها بالعلاج. أول شيء اللي نستخدمهن كمواد حافظة للأورال، للعلاجات اللي تنوخذ بشكل أورال، عندكم البنزويك أسيد والسالت مالته، نسبة تكون من 0.1 إلى 0.3%. السوربيك أسيد and السالت مالته تكون من 5% إلى 0.2%. الكايل إستر أوف بارا هيدروكسي بنزويك أسيد تكون 1% نسبته إلى 0.2. أوكي، فهذن شنو حفظ المواد اللي نستخدمهن بشكل مواد حافظة بمن بالاستخدام اللي يكون أورال. Usually a combination of two member of this series in boil in pharmaceutical solution. عندنا مادتين أو مصدرين نقدر نستخدمهن اثنيناتهم سوا كشنو؟ كمادة حافظة. شنو هذين المادتين؟ typically هو الميثايل والبروبايل بهايدروكسي بين زويتس. اوكي، نسبة 9:1، يعني 9 بارت من الميثايل وواحد بارت من البروبري بهايدرو اكسي بنزويت. تمام، هذا الخليط نقدر نستخدمه ايضا كشنو؟ مادة حافظة. the combination of these two preservation enhance يعزز لكم الانتا مايكروبال سيبيكرام، يعني شنو؟ يقلل لنا كل، يعزز لنا المحاربه للمايكروبال، يعني يقلل لنا نسبه الميكروبات بشكل جدا عالي. تمام، نقدر نستخدم هذا المزيج، ولازم نحفظ الريشو مالته مهمه. هذا المزيج نقدر نستخدمه حتى نحارب الميكروبال. كيف هسه شنو اللي عندنا لازم نركز عليه؟ هاي هنا الفوق ما بيها شيء، بس انه هو يحافظنا على الميسكابلتي. هنا ذني البروبرتيز كذلك، يعني ذني حفظ مهمات. هنا شنو؟ اول بداية لازم يتفاعل لنا ويا الجرام
نيجاتيف والجرام بوزيتيف، ولازم يكون ستابلتي كيميكالي وفيزيكالي، ويكون هافلا وتوكسيسيتي سهلات. اوكي يستخدم بوايد رينج، هاي ما ندخل بيها، نجي قبل نقرأ المواد اللي نستخدمها كمادة حافظة، لأن ام سي كيوات كلهم حفظ. وهنا هم يعني هاي المزيج بين هذين المادتين. اوكي فش قد هسه صار عندنا اربع شغلات مهمة. هسه فلوفر ان ايش بيق انت شخبط. هسه فلوفرز ان كولورنيتس، المنكهات والملونات. The majority of drug in solution are in blightable. عادة ما تكون بشكل أساسي الدراج مو محببة للبيشنت. Therefore لهذا إحنا راح نضيف لهن flavors، يعني منكهات is often required to mask the taste of the drug substance. Taste masking using flavor is difficult task. However, there are some empirical proteins that may be taken to protect platelet for formulation. هذا حكي عبارة عن مقدمة. The four عندكم، احنا عندنا four basis test، عندنا sensation، يعني عندنا اربع طعمات مهمة بالحياة اللي هنا شنو؟ السالتي الملحي والسويتي اللي هو الحلو، والبيتر اللي هو المور، والسورز اللي هو شنو؟ الحامض. It has been proposed that certain flavor should be used to mask the specific taste insertion particle. عندنا عدد من المنكهات اللي نستخدمها. شنو المنكهات هاي او النكهات اللي نستخدمها؟ باتروس كوتيك اللي هي مال الزبدة الحلوة، كون طعمها شايفين شلون طعم الجوز او اللوز، هيك شي طعمها يصير تمام. هيك علاجات تحسون هيك بيها طعم، صح لو لا؟ مثل المكسرات. الابوركيت، مشمش، وبيش، خوخ، وفانيليا اللي هي الفانيليا، والانتا جرين مينت اللي هو النعناع الاخضر. هذين شنو؟ منكهات مبينات من أساميهن، ما النكهات هنا صح مهمات ام سي كيو، بس مبينات من أساميهن. flavors that may be used to mask bitter. للبيتر يعني شنو؟ الطعم المر. لحتى نطغى على الطعم المر نستخدم الشيري والمايند والانس، يعني الكرز والنعناع واليانسون. Flavors that may be used to mask sweet taste in a cloud. فانيليا للطعم الحلو. الفانيليا والفروت والبيريا. فانيليا والفواكه تمام. Flavor that may be used mask sour اللي هي لطعم طعم الحامض. Certain flavor and respiratory طعمات الحمضيات والفراولة. Okay. Citrus flavor and raspberry. Usually a combination of flavor is used to achieve the optimal taste masking property. عادة يعني نستخدم هاي المهمة هاي النقطة. Usually a combination flavor is used to achieve the optimal taste masking property. ما لها دخل، يعني هو ما راح يأثر لنا على البروبريتي. Color are pharmaceutical ingredient that important. هو من العوامل المهمة. Prefer color اللي هي الملونات هسه جاي نحكي عليه. Formulation when used in combination with flavor, the select color should match at flavor. لما نستخدم لون معين لازم نستخدم طعم يكون مشابه إليه. يعني أنا ما استخدم لون أحمر والطعم مالت نعناع، صح؟ أنا هتشير جاي أغش المريض، صح ولا لا؟ فلازم نخلي لون مشابه للطعم. ليش؟ حتى نزيد الترتيب أو التناسقية، والله هو ما له ذاك الأهمية. Formulation مثال على
على شي green with mild fluorine solution اللي هو النعناع، وهي المحاليل اللي تكون خضراء. red for strawberry اللي هو الأحمر، وهي strawberry وهي الفراولة. flavor for melation. although the enclosing of color is not burgers for L pharmaceutical solution certain categories of solution are normal color. هاي همينة مو شيء مهم. وخلصنا المحاضرة، طولت بها يوم كامل. يلا باي. خلنا نكتب، لا خلنا نكبر هاي، خلنا نكتب ان شاء الله. هنكتب يا رب وفق نور حسين. تمام، يلا باي.